واللي في القرية واللي ساكن في القصر بيحس واحد هنشجع ونقول بص مات يلا دي الفرصة هي جاتنا تكون في ايدينا هنشرب بلدنا مفيش حد هيشجع نادي الكل واحد هنشجع بلادي واللي في القرية واللي ساكن في القصر بيحس واحد هنشجع ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. المصريين يستحقوا، المصريين يستحقوا. 120 مليون النهاردة بيدعوا يقولوا يا رب منتخب رجولة رجولة رجولة. منتخبنا النهاردة بيدي رسالة، بيسيب علامة في أفريقيا كلها. قلت لكم قبل كده اللي بيقابلنا رجليه بتخبط في بعض، لا احنا بتوع بقى حرب ولا احنا بتوع تصريحات، احنا بتوع بطولات. انسى الموضوع، اللي قابلنا لازم يستخبى، واللي جاي لسه لسه قصة مختلفة. راهنا وقلنا معانا 11 راجل، معانا 12 راجل، معانا 13 راجل. انت بتقابل المنتخب المصري، المنتخب المصري حاضر في وقت الزنقة، حاضر كل ما تنتقده هو ده اللي بيجيب نتيجة معاه. خليك دايما في ظهره. الشعب المصري النهاردة فرحان طاير من الفرحة، شعب يستحق ألف مبروك للسيد رئيس الجمهورية، يستحق البطولة دي، يستحق ان مصر تكون موجودة في النهائي، لان الملف الرياضي الحقيقة في حتة تانية. مصر النهاردة ومنتخب مصر بيأدي اداء رجولي رائع، بيزنق النهاردة منتخب الكاميرون في بلده وسط ارضه في الدور النهاردة قبل النهائي. عامل ايه يا إتو؟ اخبارك ايه؟ للمرة التانية على التوالي، مرة وانت في الملعب ومرة وانت في المدرجات، وهو ده في النهاية حال كرة القدم، بأخلاق عالية وبروح معنوية عالية جدا وبأداء مشرف وبمظهر يبهر العالم كله. هو ده منتخب مصر اللي في ناس في الاستوديوهات قالت لك مش في مستواه. ما تهزرش، ما تهزرش عمرك مع منتخب مصر، ما تهزرش وتقول ان هو مش في حالته، لان هو بيجي في ثانية، بيحضر العزيمة في ثانية. الكبير كبير واحنا كبار افريقيا، احنا نمرة واحد. قلت الكلام ده والله ورهنت عليه، قلت اللي هيقابلنا هيبقى قلقان، هيبقى راعش، هيبقى خايف، وهي دي الحقيقة وهو ده اللي حصل. منتخب المغرب النهارده، منتخب الكاميرون النهارده عايز يوصل معانا لضربات الجزاء. ركزوا معايا، منتخب الكاميرون النهارده في ارضه وسط جمهوره، واحنا معانا النهارده 800 900 راجل في المدرجات عايز يوصل لضربات الجزاء. دي نقط نقف عندها كتير. ابو جبل النهارده هو نجم الشباك بلا منازع. كل نجوم المنتخب النهارده نجوم، حاجه الحقيقه تفرح وحاجه
تخلي الواحد دايما مبسوط ودايما سعيد. الشعب المصري النهارده طاير من الفرحه، القيادات مؤسسات الدوله المصريه، الناس اللي ساهمت ان الجمهور النهارده يكون موجود هناك، كل فرد النهارده يستحق، كل فرد النهارده يستحق. طيب خلوني كده اروح معاكم لاول تهنئه النهارده من السيد الرئيس للفريق المصري وللشعب المصري. أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني كرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية، وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين. لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم، لقد أسعدتمونا جميعا وبلدكم فخورة بكم. السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يستحق الحقيقة الدعاء، يستحق الشكر لما وصل له الملف الرياضي في وجوده في عهده. الحقيقة الملف الرياضي في مصر بصفة عامة في حتة تانية. اوعوا تاخدوا اللقطة الأخيرة. كلمات السيد الرئيس بتلخص مشوار المنتخب، الصعوبات، الأزمات، الشماعات اللي محدش طلعها، اللعيبة ما اتكلمتش في أزمات، ما اتكلمتش بيعملوا ريكفري فين، ما اتكلمتش في الصعوبة فين، ما اتكلمتش في المشكلة فين، ما اتكلمتش النهاردة في فندق الإقامة عامل إزاي، ما اتكلمناش النهاردة في جسامة، ما اتكلمناش في أي حاجة. لكن في النهاية دايما والدك هو حاسس بيك، وهو دي النهارده كلمات السيد الرئيس لكل الشعب المصري ولنجومنا ونجوم المنتخب الوطني. محدش يقدر على المصريين، المصريين زي ما قلت لكم في حته تانيه وثالثه وسبعه وعشره، محدش يقدر على المصريين. اوعى تهزر، اوعى النهارده تقول التصريحات، اوعى تفتكر التصريحات هتخلي رجلينا تخبط في بعض، انسى. تعاملنا بهدوء وتعاملنا بتحضر كبير وشديد جدا. اوعى تقول لي اصل هجيب لكم جسامه، انا بلعب على ارضي، ولا اي حاجه خالص، ولا يهمنا أي حاجة. إحنا رقم واحد، إحنا رقم واحد، إحنا أبطال القارة، إحنا رايحين المباراة النهائية. مصر النهاردة مع السنغال في المباراة النهائية، مصر النهاردة معاها 11 راجل. مهما أقول لكم البطولة دي صعبة إزاي، مفيش منتخب في العالم قبل كده لعب في بطولة واحدة ثلاث مباريات بإكسترا تايم. مستحيل مستحيل تركيزة رجالة المنتخب الوطني النهاردة، مستحيل ضربات الجزاء، مستحيل أبو جبل، مستحيل رجولة محمد صلاح، مستحيل النهاردة أداء عبد المنعم، مستحيل النهاردة إن اللعيبة دي تلعب في الفترة وفي الأيام دي كل المباريات دي بالرجولة دي. شيء مستحيل، شيء صعب، ولكن مع المصريين مفيش كتالوج. المصري يعمل اي حاجه، اوعى تصحيه، اوعى تستفزه. قلت لكم كده، قلت لك اصبر تاخد حاجه كويسه، رهنت والله وعدنا دعمنا. دي اكبر حمله تدعيم عملناها على الترابيزه دي للمنتخب الوطني. في كل ما عز في عز ما كله بيقطع كنا بنساند، في عز ما كله كان قلقان كنا بنطمن، في عز ما كله كان خايف وان احنا راجعين كنا بنقول ما تقلقوش. اللي بيقابلنا الآن ما تخافوش، احنا الكبار، احنا رقم واحد. قلنا والله مش بس في الرياضة، في التحضر وفي المشهد. وألف شكر وألف تحية لمساندة كل الإعلام العربي للمنتخب الوطني، ألف شكر وألف تحية للمظهر اللي ظهر بيه المنتخب. مش بتكلم فنيا، بتكلم حضاريا. شكلنا في أفريقيا رائع، أدائنا أكتر من رائع، أدائنا متحضر، تصريحاتنا رائعة. لا يوجد معركة داخل مستطيل الأخضر، لا يوجد انتقاد ولا شد وجزمة بين الإعلام. تعاملنا بتحضر شديد جدا، كل الفرق اللي لعبناها إعلامها كان موجود عندنا هنا، واتمنى لهم التوفيق، واتمنينا للمنتخب المصري التوفيق، وقلنا ان احنا داعمين ومن حقهم ان هم يشجعوا بلدهم. ولكن المنظر النهارده واللقطه النهارده تسوى كتير، والفرحه النهارده كبيره. ومصر دايما ام الدنيا. واوعى اوعى تقلق، واوعى تخاف، جمد قلبك، اوعى تخاف. في النهايه اتو قلق، والمنتخب الكاميروني كله رعش، واحنا ما عندناش مشاكل. احنا بتوع زمان، احنا بتوع السبع علامات،
احنا النهارده في المباراه النهائيه. الف مبروك لاتحاد الكره المصري، لان اتحاد الكره المصري كان عليه مسؤوليه كبيره، عارف ان هو جه قبل البطوله بايام، ولكن الفاتوره عنده، التنظيم الرائع اللي عمله عنده، الهدوء اللي عمله عنده، الدعم الكراش عنده، واكيد عمرنا برضو ما هننسى ان في نجوم كتير جدا موجوده في اتحاد الكره المصري، منهم الاسطوره كابتن محمد بركات عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. كابتن بركات مساء الخير والف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن سيف، والف مبروك للشعب المصري كله على الحاجات الحلوه اللي اللعيبه بتاعتنا بتعملها في البطوله، وان شاء الله ربنا يكرمنا رب المباراه النهائيه ان شاء الله، والناس تفرح الفرحه الكبيره باذن الله. اسعدتوا الناس وفرحتوا الناس وفرحتونا، ووشكوا حلو وقرفتكوا كويسه، والامور شكلها هتمشي وشكلها هتضحك معاكوا، وضحكتوا الشعب المصري كله، وانت عارف ان القصه قرف احيانا في كره القدم. والله يا كابتن، فالف مبروك. احنا عمالين بنقول والله انت عارف اما الدنيا بتبقى ماشيه كويس هتديك فرصه الفتره اللي جايه ان انت تشتغل في هدوء. انت عارف الناس اما بتبقى يعني ورا منتخبها، ومنتخبها دايما بيقدم العروض اللي بيرضيها، بتبقى الدنيا هنا في مصر بتبقى كويسه جدا، الحاله المعنويه كمان في الشارع المصري كده تلاقي كل الناس مبسوطه وكل الناس فرحانه، فده شيء جميل جدا ويحسب طبعا للعيبه وللجهاز الفني. وقلنا والله يا كابتن سيف الكلام دوت من اول مباراه نيجيريا، المباراه اللي احنا عملناها مباراه سيئه، وقلنا منتخبنا ورجالتنا بيتعايشوا مع البطولات المجمعه والمستوى هيتحسن من مباراه لاخرى، وشفنا الكلام دوت بدايه من غينيا بيساو اداء مختلف، والسودان اداء مختلف، وبعد كده يعني الماتشات الكبيره بقى يعني اللي هو كل مباراه ملحمه في حد ذاتها، سواء في كوت ديفوار ولا المغرب ولا النهارده قدام منتخب الكاميرون، يعني صاحب الارض، وان شاء الله باذن الله يعني اكيد يعني ربنا هيرضينا ان شاء الله بمزيد من الجهد والتركيز اليومين ثلاثه اللي جايين دولت، ان شاء الله ان شاء الله يوم 6 نفرح كلنا زي ما بقول لك الفرحه الكبيره. بشكرك جدا وبحييك انت وحازم امام بالاخص الحقيقه، وبارك لكل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره، ولكن انتوا نجوم كبار، يعني كان ممكن تروحوا، كان ممكن تاخدوا اللقطه ووجودكم هناك يختلف، فضلتوا ان انتوا تكونوا موجودين بهدوء، فكرتوا تسيبوا الحاجه على وضعها بالبلد كده زي ما بيقولوا، رغم ان يعني مشواركم هناك او ان انتوا تروحوا كانت هتبقى لقطه، ولكن لقطه شخصيه لكل واحد فيكم، ولكن انا اعلم جيدا الكواليس والتفاصيل، واعلم ان قعدتكم هنا لصالح المنتخب. لا خالص، انت عارف يا كابتن سيفك يعني حازم يعني قريب منك ومعاك على طول، انت تعرفه طبعا. في نفس الوقت يعني احنا ما بنشتغلش الشغل ده خالص، ولا لينا موضوع اللقطه ومش اللقطه، احنا جايين في رساله معينه، عايزين نعمل احسن حاجه في الدنيا. الناس كانت هناك، استاذ جمال في الاول، سياده اللواء مشهور موجود، الاستاذ خالد رندلي، ده كفايه قوي تفرض مزيد من التركيز عند اللعيبه. العمليه انت فاهم يعني ما بتبقاش رحله كابتن سيف ولا اي حاجه خالص، بالعكس احنا بيبقى عندنا برضو حاجات مهمه هنا بنعملها، وعندنا اهتمامات تانية طبعا بالاضافه للبطوله الافريقيه، عندنا منتخبات 2003 و2006، وفي تواصل على طول مع الكابتن جابر الفتره دهيت والكابتن وهبه، ويمكن انا النهارده من شويه قبل المباراه كنت في المعسكر بتاع الولاد الصغيرين بتاع 2006. الناس ديت محتاجه ان هم يعرفوا ان لعيبه الكوره اللي موجودين في الاتحاد بيدعموهم من صغرهم في السن دوت، وواقفين في ظهرهم، وعايزين نعمل حاجه كويسه في كل المنتخبات مش منتخبنا الاول بس. بمنتهى الصراحه، منتخب الوطني ابهرك او فاجئك بالنقطه اللي راح لها؟ لا خالص. انت خالص. كنت متوقع كده؟ كابتن انا دايما يا كابتن سيف بقول لك احنا، انا هفضل طول ما انا قاعد بتكلم على القماشه. احنا دلوقتي الناس كانت بتزعل ليه واحنا ما كنا بنتضايق اما المنتخب ما بيأديش الاداء الامثل ليه؟ لان انت عارف ان انت عندك قماشه تعمل لك احسن حاجه في الدنيا، ولكن لعيبه ما بتلعب بالروح، ودايما بنتكلم يا كابتن سيف وبنقول الروح والقلب دوت اللي بيزين كل حاجه، هيبقى عندك القماشه كويسه والفنيات عاليه وكل حاجه، انما هتلعب من غير روح كل دوت ما بيظهرش. وبعدين دايما بنتكلم ان انت اما تلعب مباراه كبيره والناس تحس ان انت اديت كل اللي عليك
وساعتها ربنا ما وفقش او خسرت او الناس كلها بتسقف لك، كل الناس بتتكلم عنك كويس وبتسقف لك، ودوت الحمد لله اللي باين من فرقتنا في خلال البطولة بإذن الله. يعني الحاجات اللي ظهرت وبإذن الله اللي هتظهر بعد يومين ثلاثة في المباراة النهائية، أنا إن شاء الله مطمن وما عنديش أي مشكلة خالص يا كابتن إن كمان السنغال يتضاف للكاميرون وكوت ديفوار والمغرب، لأن إحنا عندنا رجالة وبيلعبوا بلعب الرجالة وبشغل الرجالة، وكلهم قلبهم على قلب بعض وفي الملعب بيساعدوا بعض، وما فيش حد بيبقى يخلي واحد على واحد، بيروح بيساعده علشان يبقى اتنين على واحد. بحيي طبعا الجهاز الفني مستر كيروش على قرايته للمباريات المهمه المباريات الكبيره، وازاي بيتعامل مع مصادر الخطوره في كل فريق، وكل فريق بيدرسه كويس وبيحط الخطه واللعيبه بتنفذ. الحمد لله بفضل ربنا يعني كلنا سعداء جدا جدا جدا، ويا رب الفرحه الكبيره تبقى ان شاء الله بعد ثلاث ايام ان شاء الله يوم تاني. شكلك كده هتحضرها وانت لعيب وانت مسؤول. والله يا كابتن يعني بص الفرحه حلوه يعني انت فاهم، انا قلت لك ان الفرحه بتاثر في الجو العام، الجو العام هتلاقيه في مصر اليومين دول، مش اليومين دول ولكن الفتره اللي فاتت من اول البطوله من بعد ماتش نيجيريا، والناس لما بتشوف ان المنتخب بيتطور وبيأدي الاداء اللي هو الشعب مستنيه، بتلاقي ان الدنيا كلها كويسه، كل الناس في اشغالها، الصحابه في الكافيهات، هتلاقي كل الناس في ظهر المنتخب وبتدعم المنتخب. وطبعا لازم اشكر كل مره، لازم اشكر جمهورنا اللي بيسافر ورا الفرقه يوم الماتش في رحله اليوم الواحد، وبيروح وبيتحمل مشقه السفر دوت كله، مش عشان حاجه، هم مش مستنين حاجه ولا حد حدينهم حاجه اكتر من ان هم بيحبوا مصر وبيحبوا المنتخب بتاع مصر، والحمد لله فرحتهم دايما في الرجوع، يعني دي اقل حاجه احنا نقدمها لهم، ويا رب كرمنا كده وتكمل على خير. بشكرك كابتن بركات والف الف مبروك، ودايما متمنين لك كده التوفيق ومن نجاح لنجاح، انت ومجلس الاداره والمجموعه كلها تستاهلوا كل خير ان شاء الله. ان شاء الله كابتن سيف. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد بركات عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري. انجاز هنقعد نتكلم عليه كتير، المنتخب الوطني في بدايه البطوله والبطوله العربيه ما كانش في افضل حال، كيروش قدم اوراق اعتماده للمصريين كمدير فني كبير، خلصت القصه وخلصت الحكايه وخلصت الروايه، بغض النظر عن اي سلبيات، عصبي بتاع يبقى يهدى ما فيش مشاكل دي على جنب، ولكن كيروش مدير فني كبير، خلاص انتهى الموضوع، درس لكل محلل، درس لكل اعلامي، درس لكل مواطن، درس لكل حاجه، ما تاخدش عمرك بدايه المنتخب الوطني. دايما شغل شعار اصبر تاخد حاجه كويسه، اقلق اقف على كورتك وما تقلقش وما تخافش. قلقنا في الاول وكل الناس راحت ناحيه كيروش لا يصلح، خرجوه من هناك. ضياء السيد يكمل تصريحات كانت ناريه، وكنا قاعدين هنا وبنقول اصبر اهدى ما تقلقش، جمد قلبك خلي قلبك حديد. وفي النهايه فرحوا الناس وضحكوا الناس ويستحقوا الناس ودعاء الناس، والناس فرحانة، الناس ممكن الكورة تنامهم من غير عشاء، ممكن الناس تنام النهاردة خلاص كده اتعشت ومرضية قوي. بص طفل، ولد، راجل كبير، راجل صغير، كله بص قاعد بيقول يا رب، كله بص الولد الصغير كله بيقول يا رب، كل واحد قاعد بيدعي أكنه هو نجم المنتخب الوطني قصاد اسم مصر وعلم مصر. إما بيرفرف اوعى تغمض عينيك، ما تقلقش، النهاردة عندي ثقة من أول دقيقة إن المنتخب راكب المباراة، ماسك المباراة. النهاردة الكاميرا كل ما تيجي على المنتخب وتيجي على إيدته يزداد النهاردة ثقتي، يزداد هدوئي. النهاردة إحنا بنلاعب الكاميرون في الكاميرون بعد كل الشد والجذب وتصريحات إيدته اللي إحنا قابلناها بمنتهى الهدوء، وصلحنا له من خطأه وقلنا له خلي بالك كده مش كويس، كده ما يصحش، وصلحنا معاه وهدينا ودخلنا المنتخب على الهادي. واللعبة اللي كانوا عايزين يودونا ليها ما رحناش، اما قال لك جسامة قلنا ما تقلقوش من جسامة، اهدى ما تقلقش، ما يقدرش يعمل معاك حاجة بالبلدي، ما حدش يقدر يعمل معاك حاجة، لان في الاخر انت المنتخب المصري، اي حاجة بره المستطيل الاخضر ما تقلقش منها، اسمك كبير واسمك يخلي كل واحد يفكر كتير. ركز في الكلام ده لان الكلام ده مهم، تكسب كوره وتخسر كوره ماشي، وده الحمد لله بفضل الله اللي حصل، وده الحمد لله دايما راهننا على
هبتنا، راهنا النهارده على اسمنا اللي محدش النهارده يقدر يخسرنا بره الملعب، لا بمساحات ولا بتحكيم ولا بكل الكلام اللي بعض الناس كانت قلقانه منه. قلنا لكم اهدوا وما تقلقوش، اي تصريحات كنا بنهديها، اي حاجه بتولع كنا بنطفيها، لان كان عندنا ثقه كبيره جدا ان احنا رايحين لنقطه بعيده. ما تسالونيش ليه، ولكن ربنا ما يغزلش الناس دي ابدا. عمر ربنا ما ينيم الناس دي زعلانه، عمر ان ربنا ما ينيم الناس دي زعلانه. الناس الطيبه دي عمرها ما تنام زعلانه، لان الناس دي من جواها صافيه وسالكه. الناس دي طالما قالت يا رب انسى. النهارده الكاميرون بيلعبوا 11 واحد و120 مليون بيقولوا يا رب. صعبه، مباراه تقيله عليهم، مباراه تقيله عليهم، وخصوصا كمان ان انت دخلت وسخنت الاسد. ما ينفعش، ما ينفعش اخش القفص واسخن الاسد واقول انا بهزر. ما ينفعش، ما ينفعش اقول اصل المنتخب ليس في افضل حاله، مش هو ده المنتخب الوطني بتاع زمان. لا 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 لا، احنا قابلنا اسود وافيال، احنا الفراعنه، ما الكلام ده ما ياكلش معانا ولا يهمنا خالص. بصوا يا جماعه، بصوا المش بصوا المشهد، بصوا المنظر، مش هتلاقي ده غير في مصر. مش هتلاقي الست المحجبه اللي بتدعي والراجل الواقف بيدعي وبيسقف والطفل والولد وكله شايل علم، مش هتلاقي ده غير عندنا. احنا ملوك الشغلانه واصل اللعبه، هي دي قصتنا وهي دي حكايتنا، وهو ده ضماننا، وهو ده اللي بيقلق اي حد مننا. اوعى تخاف بعد كده، لا تقلق من السنغال، ولا تقلق من السنغال في كاس العالم، ولا تقلق من اللي جاي، ولا تقلق من اللي رايح. ما تقلقش، في الاخر الكوره احيانا تديك واحيانا ما تديكش، ولكن احنا منتخب كبير ومشيتنا كبيره، عندنا قاعده كبيره. اوعى حد يقول لك تاني مفيش حارس مرمى. ابو جبل بطل 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 في حته تانيه وثالثه ورابعه. خلصت الشغلانه، خلص الكلام، ما بقتش النهارده قصتي عمرو الدردير كسب الرهان، خلاص ما بقاش النهارده ابو جبل في حته، لا ابو جبل في حته تانيه وثالثه. ابو جبل النهارده وحش، واقف النهارده وماسك نفسه وهادي، ضربات الجزاء النهارده بيدي درس هادي، قافل الدنيا، مخلص المباراه. قولوا عليه النهارده زي ما تقولوا، بيلعب النهارده وهو مصاب، بيلعب النهارده وهو تعبان، بيلعب وهو كويس، ما اداش شعور للحظه ان هو عنده ازمه. محمد عبد المنعم، مهند لاشين، احمد فتوح، عمر، اي حد النهارده في الملعب، ايه العظمه دي؟ ايه الاداء ده؟ ايه النهارده محمد عبد المنعم الولد الصغير اللي بيخش يشوط لتاني مره ضربه جزاء، بيراهن على مستقبله لتاني مره، قلبه زي الحديد، الراجل مش في دماغه، انا داخل عادي عادي، مفيش مشكلة خالص. مهند لاشين لسه بيقدم أوراق اعتماده، لسه الناس بتشوف الصورة بتاعته، وفي الآخر داخل بيشوط ضربة جزاء. زيزو إيه الحلاوة دي؟ وإيه العظمة دي؟ وإيه الهدوء ده؟ الراجل الجون مذاكر زيزو 100%، وعارف بيحطها إزاي، وعارف إن بيركنها عالية فوق على يمينه بمنتهى الهدوء في الشمال، وفض الجون وريح الراجل وقال له استريح أنت، خلي عنك أنت، مفيش ضربة جزاء للمنتخب الوطني. قالشة مفيش ضربة جزاء في ايد الراجل ودخلت، ده في حتة والكرة في حتة، ده حتة والكرة في حتة. معلش، زي ما يكونوا بيدوا درس، زي ما يكونوا بيدوا درس. ومنتخب الكاميرون قلقان ومخضوض وراعش، وبيحاول ان هو يوصل لضربات الجزاء معاك في بلده وسط ارضه وسط جمهوره. لا، كبار قوي، احنا كبار قوي، احنا كبار قوي. منتخب مصر النهاردة كبير قوي، منتخب مصر في حتة 18، في حتة 25، مصر كبيرة قوي صراحة، مصر أم الدنيا، مصر كبيرة بشعبها بجمهورها بمؤسساتها بالسيد الرئيس اللي يستحق إن المنتخب الوطني النهاردة يكون في النهائي، يستحق، لأن الحقيقة اشتغل على الملف الرياضي، داعم دايما للناس، داعم دايما للرياضيين في عز الأزمات، وانت بتعمل كوبري، وانت بتعمل مدينة، بتعمل ملعب، وانت بتعمل اي حاجه بتراعي النهارده الاولمبياد. اشرف صبحي النهارده اخذ المخاطره وكان موجود في المباراه، لو خسرنا هيقول لك اشرف صبحي ووشه حلو، وشه وحش، لا وشه حلو، ومشيت الامور على الف خير. النهارده اكتر من 800 900 واحد طالعين النهارده المباراه، برزنتيشن اللي بتنظم والرعاه اللي موجودين والتنظيم الرائع والشكل المتحضر النهارده للجمهور. ايه الحلاوه دي؟ ايه العظمه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ادي علم مصر اهو، وادي الجمهور. انت عايز 120 مليون يناموا زعلانين؟ انت عايز 120 مليون يناموا متضايقين؟ انت عايز الراجل الطيب ابو جاكيت ازرق ده ينام زعلان؟ انت عايز الناس دي كلها تنام متضايقه؟ انت عايز الشارع اللي اتقفل ده
انت عايز الراجل اللي قفل قهوته عشان الناس تتفرج دول الناس دي كلها تنام حزينه؟ ربنا عمره ما يرجع دعاء الناس دي ابد. الناس دي غلابه واحنا كلنا غلابه، وعمر ربنا ما يرجعنا ان شاء الله باذن الله غير منصورين، لان احنا بندعي من القلب، فرحانين من القلب، لا عندنا مصلحه ولا عندنا حاجه. الناس دي ما عندهاش اي مصلحه غير ان هي بتحب المنتخب وبتحب الكوره وبتحب مصر. درس، كاميرتنا موجوده في كل حته عشان توري افريقيا والعالم كله المصريين. مش هقعد اتكلم بقى واقول، الكاميرا لوحدها بتلف والكاميرا لوحدها عارفه طريقها. ملايين المصريين النهارده بيسقفوا مع بعض وبيفرحوا مع بعض وبيضحكوا مع بعض وبيقولوا يا رب، وعمر ربنا ما يرجعنا زعلانين ابدا. اوعى اوعى تستفز مصري، اوعى تاني تستفز المنتخب الوطني، لانه صاحب 7 علامات ويحضر يحضر في اي لحظه زي ما انتوا شفتوا كده. ما سخنش الاسد وقول انا بهزر معاه، اوعى. المنتخب الوطني في النهائي امام منتخب السنغال، جمد قلبك، كل واحد انتقد وقطع ما تقلقش، ارجع غير، مفيش مشكله خالص. فرحانين جدا ان كان عندنا رؤيه من اول دقيقه. ايه هي الرؤيه؟ ان المصريين يعملوها في اي لحظه، والله عملوها المصريين. مكملين معاكم النهارده في تغطيه في احتفالاتنا. انا بصراحه صوتي ابتدى يروح وابتديت اخلص تماما، لان احنا كان عندنا ماتش تاني خالص جوه في الاوضه دلوقتي، انا والدمرداش كابتن عبد الظاهر السقه واحمد منير وصلاح وكل الرجاله يعني كانت موجوده جوه القناه كلها. لو تشوفوا الزعيق ولو تشوفوا الهتافات جوه، يعني المنتخب الوطني هو بيلعب حماده تاني خالص، قصه وموضوع تاني خالص خالص خالص، قصه مختلفه. وانت بتفرح وانت بتشوف دايما اسم بلدك كده في العالي بيبقى موضوع تاني خالص. النهارده فرحان بشكل كبير وسعيد جدا جدا، مش سعيد بس للمكسب، سعيد للمكسب، سعيد للاداء، سعيد بالرد النهارده على كل بني ادم، سعيد بالرد على كل واحد، سعيد ان كل واحد بص في ورقته، سعيد ان بنبص لنص كوبايه المليان، سعيد ان الناس النهارده ال 120 مليون هيناموا النهارده مبسوطين وفرحانين. قلت لكم كان معايا محمد بركات من دية، وقلت لكم ان بركات وحازم امام لو راحوا الكاميرون كانوا قلبوها، يعني بركات وحازم امام جماهيريه كبيره جدا جدا جدا، وكل الناس كانت بتنادي انتوا ما رحتوش ليه؟ لان لو راحوا كان هيدربكوا المشهد وكانوا هياخدوا اللقطه بشكل كبير، ولكن بركات وحازم امام دائما وابدا في حته ثانيه، ففضلوا ان هم يكونوا موجودين هنا، وهو ده الحقيقه اللي عملوه هو الصح. حازم امام واضح ان هو وشه حلو، واضح ان هو يعني داخل برجله اليمين، وقبل ما يخش الاتحاد كان قلقان جدا من بطوله الامم الافريقيه، ولكن كان عنده دايما ثقه كبيره، وكنت دايما اختلف معاه، ولكن يقول لي المنتخب الوطني هيوصل لابعد نقطه. حازم امام يستحق الحقيقه المكانه، ويستحق ان هو يكون موجود في اتحاد الكوره، ويستحق ان منتخبنا يكون موجود في الحته دي. مبروك يا سياده النائب. حبيبي يا سيف وعالمي، وشك حلو علينا يا سيف، مبروك علينا جميعا يا حبيبي، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، يعني حاجة جميلة جميلة. أنا متخيل الوضع، يعني أنا متخيل، أنا موضوع أنا صعب قوي، أنا مش عارف أسألك، أنا متخيل أنا متخيل الحالة عاملة إزاي والوضع يعني. أنا بيجي لي لما ببقى يعني كده متنفس كميه كحه رهيبه بقى بعد كح كح، الناس قاعده جنبي زهقت من كحتي والله، من كنت بعملها كح، بيجي لي حاله عصبيه كده لما ببقى متوتر كح. لا الناس بص حازم، الناس عمرها ما تقدر ان انت غير ان انت تبقى مشجع مصري، دي قصه موضوع تاني خالص، بس انت تبقى شايل هم الناس، شايل هم 120 مليون عايزين يضحكوا ويتبسطوا، ونفسك تبسطهم ونفسك تسعدهم، وشايف ان المسؤوليه معاك، ربنا بيكرمك في الاخر وبتاخد خيرها كلها، ولكن بيعدي عليك 120 دقيقة، يعني ربنا يكون في عونك. عظيم عظيم. بس بصراحة يا سيف اللعيبة بتعمله
حاجه اعجاز اعجاز. يعني ثلاث ماتشات 120 دقيقه، مطلع عظماء افريقيا، مطلع كوت ديفوار، مطلع المغرب، مطلع الكاميرون من عقر دارها. يعني ما خلاص انت عايز بقى تيجي تلعب مع المانيا وايطاليا بعد كده، مش ناقص لهم غير كده ممكن الفرقه دي كلها. لا يعني حازم ابو جبل، ابو جبل النهارده بضربات الجزاء ايه ده؟ صعبه جدا، انت طلعت ناس كتير قوي في وشك. يعني الكاميرون ما لعبتش حد غير مصر، كوت ديفوار احنا اول ناس لعبناها، المغرب كنا احنا برضو اول ناس، يعني يعتبر من الاي يعني من الليفل اي. لكن احنا من اول لاعب كوت ديفوار في المغرب في الكاميرون، ماتشات تقيله جدا جدا جدا، واللعيبه واقفه وواقفه على رجليها، وكل ماتش بنلاقي وحد جديد بينزل يبقى كويس جدا. يعني النهارده امام عاشور ومهند اول مره يلعبوا الاثنين، هايلين هايلين الاثنين، ماسكين نفسهم واقفين على الكوره، بيلعبوا بيقطعوا بيكملوا. يعني بجد في حاجه مش طبيعيه في الفرقه دي السنه دي يا سيف، ان كل البدلاء اللي بينزلوا اللي ما لعبوش خالص بينزلوا يأدوا كما انهم لعيبه دوليه بقى لها 20 سنه. يعني واحد زي امام عاشور نزل في فجاه بينزل ماتش بيلعب على جبهه قويه جدا، راجل من اول ما نزل ما حدش لعب جنبه، قطع اثنين ثلاثه ما حدش عدى منه. مهند نفس الكلام، ديفندر في نص الملعب بياخد الكره، عنده ثقه كبيره جدا في نفسه. فبجد كل اللعيبه رجاله كلهم، ابو جبل مش طبيعي ما شاء الله الله اكبر، يعني تصد اثنين ورا بعض في سيمي فاينل مع الكاميرون، ومع لعيبه جامده جدا وواثق من نفسه كده. اللعيبه بتاعتنا اللي بيجيبوا بلنتيات ما بيخافوش، شغالين بشكل كويس جدا، كله هايلين لعيبه. والجهاز مستر كروش يعني راجل بيعرف يعمل تشكيل وبيعرف يغير بشكل كويس، وبيحط مين وينزل مين، وعنده ثقه في لعيبته غريبه جدا، ودايما اللعيبه بتطول رقبته زي ما بيقولوا يا سيف. يعني من سنين حازم الناس ما كانتش فرحانه من المنتخب الوطني، ظهور واداء ورجوله ولعب وفنيات، وكيروش مدير فني كبير، اكتشاف مواهب الشباب الصغير. النهارده مهند وعبد المنعم بيخشوا يشوطوا ضربات جزاء، حاله ذهول، يعني حاله ذهول، ومش بيشوط ضربات. منعم النهارده يا سيف منعم ولا كانه بيكن باور، بيعمل نفسه انه هيشيل وحاطط وحاطط الكوره تحت رجله، مطلع الراجل بره اللعبه خالص. الراجل 22 سنه اول مره يلعب في حياته بطوله افريقيا، ما لعبش حتى اولمبي منتخب اولمبي. النهارده واكل ابو بكر ده، واي كوره عاليه حاططها تحت رجله وطالع بالهجمه. ما شاء الله الله اكبر، يستحق احسن لاعب النهارده، كلهم يستحقوا طبعا. بس انا عاجبني الولد 22 سنه ما عندوش اي خبرات وبيلعب، الله اكبر، يعني مش عايزين نحسده، بمنتهى الثقه والثبات والتايمنج في الهيد صح، وقافل برجليه صح، وبياخد الكوره وبيكمل. لا لا هايل ان شاء الله. تيجي افرجك صراحه، اللعيبه مطلعه احسن ما عندهم. يعني تيجي افرجك احتفالات اللعيبه دلوقتي في الاوضه جوه. طايرين على نجم مصر، خش يلا. شمال شمال يمين، افريقيا يا مصريين، يمين يمين، احنا مصريين، شمال يمين، احنا مصريين، شمال يمين، احنا مصريين، شمال يمين، احنا مصريين، شمال شمال يمين، افريقيا يا مصريين، يمين حازم. ده الرقص على الترابيزه واحتفال اللعيبه، وفي صغاريد في الاوضه وحاجه، بص حقهم زي ما انت عايز، حقهم وحقهم وحقهم بصراحه، حاجه جميله وحاجه بيعملوا بيكتبوا تاريخ لنفسهم بصراحه، وتاريخ قوي جدا جدا جدا. انت بتلعب مع فرق قويه قوي يا سيف، انت مش مطلع مش ما وقعتش مع فرق صغير، مع احترامي يعني ما وقعتش مثلا مع جزر القمر ولا راس الاخضر ولا جامبيا ولا غينيا، انت بتلعب مع فرق جامده جدا، كل الفرق الجامده لعبتها، ما فيش حد بقول لك نسخ ايطاليا والمانيا وتاخد كاس العالم، يعني مش معقوله كميه الناس دي كلها وشغال يعني. صح. وعايز اقول حاجه يا سيف، عايز اقول لشريف ما يزعلش، معلش انا عارف موقف صعب جدا وانا حصل لي قبل كده، وعارف اللعيب يبقى متضايق ازاي، لكن هو مصلحه الفرقه، وانا عارف ان هو مقدر مصلحه الفرقه، وعارف ان هو حتى هما بيوسوه ويقول لهم معلش مفيش مشكله، انه عارف ان هي حاجه بيضحي بنفسه عشان الفرقه، عشان زيزو هينزل يشوف بينزل. عايز اقول لك ان المشهد ده ولاعيب عظيم وكلهم لعيبه عظيمه، جت فيه هو النهارده، معلش ان شاء الله هو مكسر الدنيا وهيكسر الدنيا وهيفضل من اهم اللعيبه في مصر، يعني فما يتضايقش. ساعات بيجي المدرب او الحاجه تيجي على لعيب عشان الفرقه، فده اللي حصل النهارده، لكن لا تقلل من قيمته ولا من قدرته ولا من نجوميته. يعني طبعا الطريقه اللي خرج بيها طريقه رائعه، المشهد الهادي اللي هو خرج بيه من دون اي لقطات، مقدر هو جدا طبعاً. جدا
مقدر جدا جدا الظروف، واعتقد ان اللقطه دي هتضيف له كتير جدا في حياته، حب عند الجمهور، واعتقد ان اللي جاي لا ومستر تروس اكيد هيقدرها جدا طبعا. والجهاز الفني كلهم عارفين طبعا دي بتبقى صعبه على اي لعيب، لكن بص احساسه بالملعب، بص احساسه بالماتش، بص هم ولا كان في حاجه، والناس عارفه ان هو طالع عشان مش عشان وحش، طالع عشان زيزو هينزل يشوف فين انت، وهو ده التغييرات الموفقه ان انت تكسب الليبيين وتشتغل بمين، ممكن تيجي على حد ولكن انت عارف ان الحد ده هيبقى مخاطر وفاهم. ودي هي ميزه مستر كروش بصراحه، ان كل اللعيبه انت عارف النهارده خلاص كل اللعيبه لعبت، مش غير مروان بس اللي ما لعبش، مروان داوود هو الوحيد اللي ما لعبش هو وجاد، لكن كل اللعيبه لعبوا كلهم هايدين وكلهم كويسين ما شاء الله، الله اكبر. يعني الف مبروك لمصر، والف مبروك للعيبه، والف مبروك لمستر كروش وجهازه الفني العظيم، وكل الناس مبسوطه الحمد لله رب دايما. يعني مبروك يا حازم، تستاهل كل خير، ويا رب دايما من افضل لافضل، وربنا دايما يزيدك كده ويديك، وتستاهل فعلا كل خير، لان بصراحه جواك سالك تماما، فان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل وافضل وافضل. حبيبي يا سيف، ربنا معانا ان شاء الله. يا رب جميل. انت كمان جميل وتستحق كل خير يا حبيبي، ربنا يخليك. بشكرك، بشكرك يا كابتن حازم، سياده النائب حازم امام. حازم الحقيقه يستاهل كل خير، وبشكره واتمنى له يا رب كل التوفيق. احتفال اكيد كبير النهارده، بركات حازم. خالد الدرندلي واضح برضو ان هو عامل ضربه البدايه من الكاميرون اكثر من رائعه مع المنتخب الوطني. خالد الف مبروك. خالد معايا يا خالد؟ طيب نحاول نجيب خالد تاني. دي احتفالات لعيبة المنتخب الوطني في الغرف المغلقة، في يعني من داخل أوضة المنتخب الوطني. ليهم حق يضحكوا، ليهم حق يتبسطوا، ليهم حق يفرحوا. كيروش فيديوهاتها ابتدت بقى ايه يعني تجيلنا اهي بعد المباراة، دي فيديوهات خاصة جدا لينا. وده كيروش مع محمد شريف. تاني هات، تاني هات الصورة تاني. يا نهار ابيض، هو دي صورة استاد القاهرة ولا في الكاميرون؟ يا جماعة هو ده استاد القاهرة ولا في الكاميرون ده؟ هو ده استاد القاهرة ولا الكاميرون؟ حد يقول لي. ده في الكاميرون، جمهورنا ده كده في الكاميرون. خالد ألف مبروك. طيب نحاول نجيب خالد تاني، معرفش خالد معلق معانا ليه. هات، طيب هاتوا محمد شريف تاني وكيروش، هاتوا الجمهور تاني. انا اول مره اشوف صوره الجمهور دي، اول مره. بص اهو لقطه محمد شريف اهو بيوسيه اهو، وبيقول له ما تقلقش اللي جاي كويس. بص محمد شريف وحش وحش، بيحضنه عادي وبيقول له ما يهمكش. وحش وحش، اخلاق بطل ونجمه، مفيش حاجه، مصلحه المنتخب، وان شاء الله باذن الله ياخد فرصه المباراه اللي جايه. واكيد زي ما حازم امام قال، دي هترفع رصيد محمد شريف بشكل كبير جدا 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 عند كيروش. ادي الجمهور اهو. ايه ده، ايه ده، ده الجمهور المصري؟ كل دول، كل دول مصريين في استاد الكاميرون؟ كل دول في الكاميرون؟ انا بصراحه مش مصدق. ثلاث اربع طيارات واضح النهارده طالعين مدرج بالكامل النهارده مصريين. زي ما قلت لكم اوعى تناديلهم، هتلاقيهم في اي مكان. خالد الف مبروك. الله يبارك فيك يا سيف، ومبروك لمصر كلها حقيقه. يعني الناس تعبت، اللعيبه تعبت، اللعيبه قدوا اللي عليهم، واحنا نعذرهم بجد لان هم قدوا اربع نهائيات منهم ثلاثه السعيدي. اول مره في التاريخ، اول مره في التاريخ فريق يلعب كده، اول مره. ما بقول لك يعني الناس لازم تفهم، الناس دي تعبت جدا 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 النهارده بجد. يعني شرفونا وعملوا اسم جديد لجيلهم والله بجد. انت مالك بتنهج ليه؟ كنت بتلعب معاهم؟ لا احنا واقفين مع الجمهور المصري كله، متجمعين وبنسلم عليهم. كل الاوتوبيسات بتاعت الجمهور المصري حقيقه ناس برضه وفاء، ويعني عايز اقول لك كانوا اقوى من بقيه الاستاد. انا الصوره قدامي، الصوره قدامي يا خالد، الصوره قدامي اهو. انا افتكرت الصوره غلط وده استاد القاهره، بقول لهم هو ده استاد القاهره والصوره غلط، قالوا لي لا ده في الكاميرون. ايه كل الجمهور ده؟ لا مش عايز اقول لك، المدرج بتاعنا قام بالاستاد كله يعني والله العظيم بجد. يعني حاجه تشرف الواحد، في المبسوط يعني ناس تعبانه وجايه وستات واولاد وبنات، يعني كل الناس جايه تشجع بحب، ولا حد همه بقى انه هيتعب ولا هيقعد طول النهار من غير مش عارف ايه ولا اوضه يستريح فيه. لا ناس جايه كلها جايه تشجع، وفعلا ربنا احنا مبسوطين، الناس دي رجعت مبسوطه يعني.
يعني بصراحة خالد احنا فرحانين جدا والشعب المصري طاير من الفرحة، وأداء رائع للجهاز وللعيبة ولكل الناس وللجمهور وليك، وكل حاجة حلوة وأكتر ما بنحلم. أنا أكتر قلت لك امبارح يا سيدي، قلت لك احنا مش هنركز إلا في الملعب، مش هنركز لا في الحكم ولا في الضغوط بتاعة إيتو ولا ضغوط مش عارف، احنا اللعيبة عندنا مركزة في الماتش والنفس، ده اللي احنا فعلا كنا بنحاول نعمله، إن احنا بنعزلهم عن أي حاجة تشتت، وهم الحقيقه ساعدونا. صح بجد يعني النهارده الحقيقه الشباب ملتزم جدا. جسامه النهارده ما اكلش معانا ولا شرب بفضل الله. الو بقول لك جسامه النهارده معانا ما اكلش ولا شرب، يعني ما قدرش يعمل معانا حاجه الحمد لله. لا 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 ما فيش، ما انا بقول انا حتى احنا بنقول لهم ما تركزوش معايا، يعمل اللي هو يعمله، انتوا ربنا هيقف معاكم، اللي انتوا نيتكم كويسه وعزيمتكم كويسه، والناس نازله من الاول دي عايزه تكسب بس بقى يعني فعلا هم معظمين برضو يعني التعب اللي خدوه في الكام ماتش اللي فات ده ما حصلش في تاريخ كوره يعني. طبعا بس خلي بالك يا خالد النهارده منتخب الكاميرون من الدقيقه النهارده 110 بيحاول يوصل معاك لضربات الجزاء، هو اللي عايز يروح معاك كمان. هم بيضيعوا وقت، هم اللي كانوا بيضيعوا وقت. صح دي كبيره برضو ان هو بيعمل كده على ارضه وسط جمهوره. احنا في الاخر فوقنا كمان، خلي بالك في الاخر فوقنا، فهم ابتدوا يلاقوا ان الكره مبتده، كره تدخل في اخر وقت ما يلحقوش يعوضوا، فكلهم كانوا بيضيعوا وقت خلاص. بس والله احنا كنا متفائلين والحمد لله، يعني ربنا كبير وفوق اي ضغوط بتيجي علينا الحمد لله. يعني شفت ابو جبل النهارده حاجه بصراحه وحش ما شاء الله ربنا يحميه يعني. لا الحمد لله كل اللعيبه يستاهلوا كل خير والله. طبعا مبروك طبعا. وفي سياده الوزير جه نزل معانا حييناهم وهناهم، والحقيقه يعني اللعيبه يعني مش عايز اقول لك فرحانين ازاي. طبعا اول مباركه النهارده من السيد الرئيس كانت معانا على الشاشه، وحاجه الحقيقه دايما تشعر ان السيد الرئيس دايما حاسس باللعيبه وحاسس يعني بالناس. ده لوحده تكريم ده. والله ده تكريم لوحده يعني. ربنا يا رب ربنا يكرمكم يا رب وتسعدوا الناس دايما، والف مبروك وان شاء الله باذن الله يعني شكلنا كده مكملين معاكم للنهائي، وشكلنا يعني هتبقى فرحه كبيره ان شاء الله. وتكلمني ليش الماتش فين؟ ان شاء الله باذن الله. خالد الف مبروك، الف مبروك ان شاء الله ليك ولكل الناس اللي هناك، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق المباراه اللي جايه. بشكرك شكرا جزيلا خالد الدردلي نائب رئيس اتحاد الكره المصري. طبعا كله سعيد كله فرحان، الجمهور اهو في كل حته في كل شوارع مصر، شوارع مصر كلها دلوقتي مقفوله، كل ده اهو كل ده جمهور، وصور وافرح وبيتك ومطرحك وافتح التلاجة وكل واشرب زي ما انت عايز. شايف العالم قد ايه وشايف الجمهور فين؟ اوعى تفتكر ان الجمهور اللي في المدرجات بس، وايه عظمه الجمهور في المدرجات ده؟ دول بتاع 1000 واحد رايحين الكاميرون صد رد، يعني الماتش مش في برج العرب، ده الماتش يا جماعه في الكاميرون صد رد، 1000 واحد مقابلين 38,000 من جمهور الكاميرون، بس المصري ب 10,000. انسى ما تضيعش وقتك، انسى ما تهزرش، لقطات هنفضل نعدها للتاريخ، فرحه هنفضل نفتكرها للتاريخ. الحقيقه يعني انا على المستوى الشخصي النهارده من اسعد ايامي، ان انا كنت يعني بحلم وعندي طموحات واحلام هنوصل لنقطه بعيده، ولكن ربنا ادانا يعني اكتر الحمد لله بفضل الله من ما حلمنا، وكنا دايما عندنا صبر وكنا داعمين وكنا بنهدي. بشكر الحقيقه برزنتيشن، بشكر سيف الوزيري، سيف الوزيري واحد من الكوادر المحترمه والشخصيات الشابه اللي طالعه بشكل رائع جدا، طارق الخولي ويعني دعم كبير جدا للطيارات اللي طالعه، ناس كتيره جدا كانت معايا في المشوار الفترة الأخيرة، والترتيب والأمور وشيء جميل جدا. الناس النهاردة أنا عايز أقول لكم إن المباراة اللي جاية دي أكيد في أكتر من 1000 واحد هيطلع، أنا بقول لكم أكيد في أكتر من 120 مليون عايزين يروح، يعني أنا لوحدي مثلا في بتاع مليون بيكلموني عايزين يسافروا المباراة اللي جاية. حاجة تاريخية، لحظة كبيرة جدا جدا وفرحة كبيرة جدا جدا. السيد السفير الحقيقه سافرنا في الكاميرون والاداء الرائع اللي عامله والاداء الكبير والاداء التنظيمي، النهارده الجمهور ده راجع في الطريق دلوقتي في طريق المطار عشان يرجع، ماشي الساعه 8 الصبح عشان يروح يشجع، عشان يدعم المنتخب الوطني، عشان يقف اللعيبه تسقف له كده. بصوا اكتر من 1500 2000 واحد، ايه الاعداد دي؟ ايه الناس دي؟ ايه ده؟ ايه النجوم دي؟ وايه الابطال دي؟ وايه الرجوله دي؟ وايه الجدعنه دي؟
وايه ده؟ ايه المشهد اللي قدامنا ده؟ يعني بصراحه مش بس اللعيب المصري اللي في حته تانية و17 ولا المشجع المصري ولا المواطن المصري، بالصلاه على النبي كده مصر كلها في حته 20، مصر كلها في مكان تاني خالص خالص خالص. يعني مصر النهارده او كل يوم بتثبت ان معدن كل واحد مصري مختلف تماما. طيب لسه والله لسه بنادي عليه اهو، لسه كنت بشكره ومعرف ان هو جاي على التليفون. استاذ طارق الخولي نائب رئيس نادي سايب بنك سايب، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن سيف. ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ انا قلت لك ايه يا كابتن سيف؟ هو طب اقول لحضرتك ايه، انا والله العظيم والله العظيم ما اعرف ان انت على التليفون. قبل ما تقول انا كاتب الاسم قدامي وقلت ان انا لازم انا قلت لازم لازم اشكرك انت وسيف الوزير والمجموعه. اول ما شفت كل الجمهور اللي هناك ده بصراحه انتوا عملتوا عمل كبير جدا وعمل عظيم جدا جدا، انتوا فرحتوا ملايين المصريين. مش فرحتوا الجمهور اللي راح، لا انتوا فرحتوا ملايين المصريين. هنقعد نشكركم سنين وسنين وسنين، ولكن تستحقوا كل الشكر وكل التحيه. اللي يستاهلوا الشكر يا كابتن سيف رجالتنا وجهازنا الفني ورجاله مجلس اداره الاتحاد، لان هم دول يعني تجار السعاده للشعب المصري الحقيقه. وانا يمكن عندي دور برد جامد جدا في كورونا، الحمد لله بس عندي دور برد جامد جدا من يوم ما طلعت مع حضرتك. بس انا متفائل ولا زلت متفائل، وهطلع مع حضرتك ان شاء الله يوم الاحد بعد ماتش السنغال، ابارك باذن الله ان شاء الله. وعايز اقول لبكاري جسام الباقي في حياتك، معلش يعني تعيش وتفتكر. يعني عايز اقول له البقاء لله، معلش يعني يا كابتن بكاري البقاء لله. احنا ما بنتكلمش على التحكيم. طارق بيه طارق يعني بيه احنا طرف غيرها يعملها مع حد. طارق بيه احنا ما حدش ياكل ويشرب معانا. وانا عندي وعد يا كابتن سيف ان شاء الله للرجاله اللي كانوا موجودين في الملعب ولجمهورنا الكبير اللي كان موجود زي ما حضرتك بتقول وسط 38,000 واحد. انا عندي وعدي زي ما قلت لحضرتك، بنك سيد بالاشتراك مع برزنتيشن ان شاء الله يوم الاحد هيبقوا طيارتين من عندنا. لا يا فندم لا يا فندم، احنا طمعانين في ثلاثه. بص يا كابتن سيف والله العظيم طمعانين في ثلاثة. انا والله العظيم والله انا منتخب. انا طب والله عشان منتخب مصر انا صوتي راح والله عشان مصر مش منتخب مصر. ثلاثة يا كابتن سيف. طب يا بس هو ده اللي احنا عايزين. وبس مش كده، وعايز حضرتك كمان، وانا عارف درجة تأثيرك، لكل الرعاة اللي موجودين كله يطلع وكله يزق وكله يساهم ان شاء الله باذن الله. وانا على ثقة كبيرة جدا في كده. لا والله حاضر، احنا ما نتأخرش على بلدنا، ما تأخرش على رجالتنا، ما تأخرش على جمهورنا، ما تأخرش على أي حد بيحب البلد دي. الموضوع مش موضوع رعاة، الموضوع موضوع وطنية في الأول والآخر. طبعًا خلي بال حضرتك أنت واسم البنك بقى في علاقة حب مع الشعب كبيرة قوي، الشعب عمره ما ينسى اللقطات الحلوة دي. والله والله أقول لحضرتك حاجة يا كابتن سيف، أنا وزمايلي في البنك كلنا احنا بنعمل كده أهوت مش علشان بالله لا يعني اسم بنك ولا دعايه، عشان اسم مصر مع الفريق الكبير ده. صح. اللي ربنا كرمنا وكرمهم بجهدهم وعرقهم وجهازهم الفني المحترم وادارتهم في مجلس الاداره. وانا بهني كابتن جمال علام وبهني زميلي واخويا وصديق خالد برندلي، وانا قلت له في التليفون المره اللي فاتت انت وشك حلو وان شاء الله هترجع بالكاس باذن الله، نازل بيه مع الفريق من الطياره باذن الله. صراحة احنا ما نتاخرش على حد، وزي ما انت قلت مش هرد لك كلمه ثلاثه يا كابتن. بصراحه انا بحب مداخلتك قوي، كلها فرحه وكلها حاجات كويسه الحمد لله. والله انا بيوم المداخله وانا عيان. الله يخليك يا فندم، يبقى انا يعني انا بحب المداخله بس الظاهر جدا الظاهر قرفتي وحشه عليك. والله من مكالمه حضرتك متفائل جدا، وان شاء الله بص حضرتك يجيبوا جمهور، يجيبوا حكام، يجيبوا فريق مش عارف ايه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ربنا اكبر منهم كله يا رب. عمر ربنا ما ينام الملايين دي زعلانه. ويعني وبشكر حضرتك جدا جدا، وبشكر حضرتك بناء على الناس اللي طلعت وعلى الجمهور وعلى الناس اللي اسعدتوها، بشكرك جدا 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 وبتشرف بوجودك معايا. وان شاء الله باذن الله يوم الاحد نفرح انا وانت مع بعض ان شاء الله. وغير كده كمان انا عندي وعدي
ماتش السنغال في السنغال ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هنطلع برضك عدد من الطيارات باذن الله ان شاء الله ومش هقول لك قد ايه لغايه ما اكلمك يوم الماتش بتاعنا بالليل هنا اهوت يوم 24 باذن الله 3 وفندم وهقول لحضرتك ان شاء الله يا كابتن سيف ان شاء الله هنطلع كام طياره ان شاء الله باذن الله انا مع حضرتك لحد ما يبقى الجمهور في السنغال اكتر من جمهور السنغال ان شاء الله ان شاء الله مبروك يا كابتن سيف الف مبروك وانا اللي بتفائل بحضرتك والله ربنا يخليك يا فندم من ذوق حضرتك كتر الف خيرك بشكرك يا فندم شكرا جزيلا الاستاذ طارق الخولي رئيس مجلس اداره بنك سايب طبعا دور كبير جدا 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 الحقيقه في الاحداث الماضيه وتاني وتالت ورابع بشكر برزنتيشن بشكر سيف الوزيري على المجهود الكبير جدا سيف شخصيه منظمه جدا عامل اداء رائع في الجمهور برضو انتوا جايبينهم كلهم على التليفون طيب الاستاذ سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن واستادات استاذ سيف مساء الخير مساء النور يا كابتن سيف الف مبروك ربنا يخليك وحشني جدا والله وانت كمان الف الف مبروك ولسه والله قبل ما اعرف ان انت على التليفون انا كنت بشيد بيك جدا وبشيد بادائك وبشيد بادائك في برزنتيشن وفي استادات وفي المشهد اللي انتوا عاملينه فرحت الناس اسعدتوا الناس كانوا ليكوا دور كبير جدا مع المنتخب الوطني ناس كتيره جدا طلعت يعني ناس زي حالتنا كده غلابه عايزين نسافر الناس بتسافر جمهور بجد الحقيقه اتنظمت مشهد رائع جدا وليكوا دور كبير في اللي المنتخب وصل له دلوقتي يعني صراحة احنا كنا في شركة برزنتيشن كنا مؤمنين من أول يوم بالصراحة إن احنا كنا لازم ندعم المنتخب لأن كنا شايفين إن ظروف البطولة صعبة جدا من سواء الملاعب والتنظيم وزي ما شفنا طبعا في آخر مباراتين التحكيم فكنا من أول يوم بصراحة يعني عايزين ندعم بأي شكل من الأشكال فكنا قررنا إن احنا نطلع طيارات للجماهير الأول على أساس إن احنا نحاول إن احنا نكون جزء يعني بنحاول نوصل صوت الجمهور بس ليهم هناك والحمد لله ربنا كرمنا وان كنا بنحلم ان احنا نوصل ليه اللي وصلنا له النهارده بعد الاداء الرجولي والمشرف اللي فعلا شفنا فيه المباراتين اللي فاتوا ان هم فعلا يستاهلوا ويمكن شفنا النهارده وبرده في المباراه اللي فاتت اخطاء تحكيميه كانت يعني كانت فجه جدا بصراحه ولكن الحمد لله في الاخر يعني ربنا نصرنا بجهود رجاله الحمد لله ظروف الماتش النهارده يعني كانت يعني في الاخر خالص كسبنا يعني مش عايز كلها كانت ضدنا بس كسبنا الحمد لله في الاخر. اعلم جيدا ان الشغل او الشركات اللي انت ماسكها بتعتمد على منتج الكوره او منتج الرياضه بصفه عامه، النهارده منتج الكوره يتحول بشكل كبير واعتقد ان هيبقى في اقبال تاريخي من الرعاه لان الكوره صناعه والكوره على فكره محتاجه الرعاه بشكل كبير ولكن انا يعني على شغلي السنين اللي فاتوا معرفتي مكسب المنتخب النهارده اكيد هو نقطه فاصله كمان في تاريخ الرعاه في كره القدم. اكد على كلامك فعلا كتير هو يمكن كمان احنا اللي وصلنا له النهارده ده مش بس كمان يعني بس كوره لا احنا النهارده الوضع اللي احنا فيه ده انا شايفه ان هو كمان دور وطني بالاضافه طبعا الى صناعه الكوره زي ما قلت لك ان احنا كنا مؤمنين من اول يوم اللي طلعنا طياره تقريبا في كل المباريات اللي فاتت ولكن يمكن كنت لسه في مخايد مع زي طارق وكان بصراحه بنك سعيد كان داعم للرحله اللي فاتت وقرر ان هو يدعم معانا في رحلتين لان برزنتيشن قررت ان هي تطلع طياره واللي كمان اضافت لي شركه المتحده للخدمات العالميه قررت ان هي تدعم المنتخب المره دي كمان وهتشارك بطياره ثانيه باسره حياه كريمه لاهلنا في الكوره والمتطوعين تاني معلش سيف انت معايا ولا قطع؟ انا معاك يا سيف تمام يعني الحقيقه انا برضو عندنا طموح واحلام كبيره جدا في المباراه اللي جايه الاستاذ طارق الخولي دلوقتي قال ان هم ثلاث طيارات هو هيطلعهم فانا متاكد ان انت بكره اكيد هيبقى في اجتماع واكيد هتلم كل اللي عايز يستثمر في مجال كره القدم واكيد هيبقى في خمس ست سبع طيارات هيكونوا موجودين والله نتمنى ان شاء الله يا رب ان احنا بقول لك نوصل ل 20 طياره كمان لكن هو اللي انا كنت بتكلم فيه ان الشركه المتحده للخدمات العالميه ان هي هتدعم كمان بطياره هتدعم فيها المنتخب وهتشارك بالطياره دي لاسره حياه كريمه لاهلنا في القرى وكمان المتطوعين في المبادره
شيء الحقيقه رائع جدا جدا جدا، واعتقد ان اللي جاي لكره القدم مختلف تماما، واعتقد ان الفلوس اللي هتخش لكم برزنتيشن الفتره الجايه كمان ان شاء الله باذن الله هتكون مختلفه. عارف ان ده يعني بيبقى دايما حمل، ولكن انا بخاطب الرعاه، عايزين مكسب، عايزين انجاز، عايزين كوره حلوه، لازم يبقى في رعاه لان الكوره صناعه. بالظبط، وانا وافقك وبضم صوتي لصوتك يا سيف. ان شاء الله باذن الله انا متوقع ان شاء الله الاثنين اليمين جايين دول دور الرعاه الرئيسيين كمان للمنتخب، ان هم يتفاعلوا معانا في المبادره دي، وان احنا نقدر نطلع اكثر من طياره ان شاء الله بالاضافه لطياره برزنتيشن وطياره المتحد. مبروك النهارده، يعني مؤتمر رائع جدا للاستادات. الله يبارك فيك يا سيف، والله يعني احنا فعلا كنا سعداء النهارده في المؤتمر، لان احنا فعلا حسينا ان احنا ضفنا حاجه لسوق الاستثمار الرياضي في مصر. يعني الحقيقه انتم ماشيين بشكل رائع جدا جدا جدا، واعتقد ان شاء الله يعني بالكوادر اللي موجوده معاكم اللي جاي افضل، وثقتنا كبيره فيكم، ودايما الحقيقه بعتز بوجودك يعني كادر شاب محترم. انا متشكر ليك جدا يا سيف على كلامك الرائع بصراحه، والحمد لله احنا ما كناش هنوصل للي احنا وصلنا له ده بدون دعم اللي احنا شايفينه فعلا من الدوله وشركائنا جميعا في سوق الاستثمار الرياضي. النهارده الحمد لله اعلنا عن شراكه كبيره جدا، يمكن اول مره تحصل في تاريخ السوق الرياضي المصري، في شراكه ما بين شركه كبيره زي شركه البريد للاستثمار اللي هو الزراعه الاستثماريه لهيئه البريد المصري، شركه التأسيس الوطنيه اللي ان شاء الله نشوف اثرها في خلال الفتره القريبه القادمه. يا رب ان شاء الله. سيف كل التوفيق ليك، بشكرك، بشكر كل الرعاه، بشكر برزنتيشن، بشكر السادات، بشكر كل من ساهم في تنظيم هذه الرحلات، وان شاء الله باذن الله في المباراه النهائيه نفرح مع بعض ونضحك مع بعض، لان الكوره هي اللي بتسعد الشعب المصري. تاني وثالث ورابع بوجه لك كل الشكر وكل التحيه. متشكر ليك جدا يا سيف، والف الف مبروك. شكرا شكرا جزيلا استاذ سيف الوزيري، رئيس مجلس اداره شركه برزنتيشن واستادات. سيف الحقيقه من الكوادر الشابه المحترمه جدا، مرتب دماغه مترتبه، عامل اداء رائع، اتمنى له يا رب ان شاء الله كل التوفيق. اكيد وانا بتكلم دلوقتي كل رعاه مصر سامعني، كل الناس اللي عايزه تستثمر في مجال الرياضه سامعني، عايز تقرب لقلب الناس، عايز النهارده تبقى قريب، عايز النهارده تفرح المصريين، النقطه دلوقتي لازم تخش في صناعه كره القدم. كره القدم رعاه، انا في الاخر ما بسوقش ليا، انا بسوق لرعايه اللعبه، للشغلانه نفسها. الشغلانه بتروح في حته تانية بوجود الرعاه، لان الكوره نفسها بقت صناعه، صناعه في تصويرها، وصناعه في لاعبتها، وصناعه في دخلها، وصناعه في كل حاجه. الفرحه دي تسوى كام؟ هات الصوره تاني، معلش يا بنسوات الصوره تاني. الفرحه دي تسوى كام؟ كل واحد دلوقتي قاعد يفكر الفرحه دي تسوى كام، وانت بتسعد الشعب كله تسوى كام. كل واحد بيفكر ازاي النهارده منتج، او ازاي النهارده حاجه يوصل لقلب الناس. قدام الشاشه اهو، قدامك اهو الاسامي اهي، الطيارات اللي طالعه اللي بتسعد الناس، الجمهور هناك اللي في ظهر المنتخب، الشعب المصري كله فرحان. مش بس اللي هناك، ده اللي هناك واللي هنا واللي هنا واللي واقف ورا الكاميرات، وانا وانت، كل حاجه بصراحة حلوة. بس أنا خلصت ونفس انتهى. تعيش يا فرحة مصر.
هقول لكم كده تصريح ناري شوية أو تصريح قوي شوية. هل ممكن كل واحد اتريق على لعيبة المنتخب الوطني أو سخر منهم أو استخدم أي لفظ إن هو يعتذر؟ هل ممكن أي كل واحد شكك في لعيبة المنتخب أو في الجهاز الفني أو في كيروش أو في أي حاجة، هل ممكن النهاردة يعتذر؟ أعتقد إن ده واجب، واجب حق فيه الاعتذار ومنتهى الصراحة. أعتقد إن ده عادي. عارف إن الناس دي دلوقتي تبقى متضايقة، وعارف الناس دلوقتي تنزل تحت الترابيزات وتستخبى وتقلق، وعارف إن كل واحد كتب كومنت وقال لك انتوا اللي بتعملوه ده ايه، ده مسموش اعلام اللي انتوا بتعملوه، بنساند مين، نوصل لفين، احنا راجعين اول فريق، والكلام اللي كنت بسمعه كتير قوي. هل الناس دي ممكن تغير النهارده وجهه نظرها؟ هل ممكن يكون عندها من الشجاعه انها تخش وتكتب كومنت وتقول احنا غلطنا واسفين وبنعتذر؟ هل الناس ممكن تشكرنا بدل ما هي انتقدتنا، بدل ما سألنا في وقت من الاوقات بشكل كبير؟ ما اعتقدش. عارفين ليه ما اعتقدش؟ نوعية الناس دي الأقلية جدا جدا، يعني أنا دايما بشوف الحاجة السلبية أو الوحشة قليلة جدا. الناس دي هي مخصصة لهذا الغرض. عمرك ما تشوفها في فرح، وعمرك ما تشوفها في مدح، وعمر ما يطفوا حريقة، وعمر ما يبصوا لنص كوباية مليان، ولا عمر يبصوا في ورقتهم مدرستنا. فعشان كده لا عمرنا هنقابلهم ولا عمرهم هيقابلونا. وفي الفرحة دي تلاقي ملايين الناس، وفي شوية كده تلاقيهم غابوا، استخبوا، نزلوا تحت الترابيزات. ليه؟ مش ليلتهم، اللقطة بتاعتهم مش في دي، وفرحتهم فيك. عارفين فيك؟ مضروبة، مش أصلي. فرحة اللي هو كده، فرحان اللي هو إيه؟ فرحة إحراج، فرحة كبسة. أنا كنت عشمان بغير كده. عارف في حد دايما يقعد إيه يعني عشمان لك في حاجة غير كده؟ بس اللي معاه ربنا ما يغلبش. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. كابتن سمير عثمان مساء الخير. مساء النور يا كابتن سيف، وألف مبروك وعلى النصر الجميل ده. وكنت مع حضرتك امبارح انا واستاذ حسن، واللي احنا قلناه كله على بكاري الحمد لله شفناه عملي النهارده. بس ما ياكلش ويشرب معانا بفضل الله. لا لا خالص، انت النهارده كسبت تريبل، كسبت الفرقه ورحت الفاينل وكسبت الحكم، الحمد لله. الحمد لله، حزم الموضوع جامد. سبحان الله، زي اللي احنا قلناه امبارح بالظبط. استاذ هو عارف، فاكر لما قلت لحضرتك امبارح هو عارف يعمل ايه؟ طيب. هو عارف بيعمل ايه، بس انت ما اديتلوش اي نفس في غرفة العمليات. عارف انت غرفة العمليات؟ طبعا ما اديتلوش اي نفس فيها، يعني ما فيش الهوى فيها. خلي بالك، الحمد لله رب العالمين، الاخطاء اللي كان ممكن يتم احتسابها داخل منطقة الجزاء او خارج منطقة الجزاء دي ما عملناش اصلا، فما اديناهوش الفرصة انه يتألق زيادة عن التألق بتاعه. معاملته يا كابتن سيف سيئة جدا. البادي لانجوج بتاعته، شوف هو بيتكلم كروش، بيتكلم وائل جمعه، حتى بيتكلم محمد صلاح. مفيش كده في الدنيا. انت ما تكلمنيش كده، انت معاك كروت، لو انا تجاوزت انت عاقبني. انت في لقطه افكرك فيها يا كابتن، شفت اما بمركز مش في الملعب، مركز عينيه مع وائل جمعه بره. بعد ما خلص راح ادى الاصفر. مش معقوله. بس عندنا لعيبه رجاله. عمال لو ما كناش عملنا الاحتجاج اللي حصل. الحمد لله. كيروش النهارده اتعامل معاه غلط؟ طبعا طبعا طبعا. احنا امبارح قلنا ما ينفعش نصدر المشكله للعيبه اللي جوه، انت لازم يبقى عندك ثبات انفعالي. هقول لك حاجه، محمد شوقي ممتاز. محمد شوقي ادار المباراه في اخر 15 دقيقه، قعد بيهدي اللعيبه. هو ده الصح. يعني اصل الفرق بين المدير الفني واللعيب ايه؟ هو السيطره النفسيه اللي جوه. هل كيروش بيلعب لعبه مع الحكم ولا هي لعبه غلط؟ لعبه غلط لانها تاذيك. احنا الماتش الجاي انت ولا من غير مدير فني ولا المساعد بتاعه. ما ينفعش. يعني احنا جايبينك بره، مع احترامي الكامل ليه، الف مبروك والحماس، انما الفروقات فين؟ الفروقات بتبات هنا، بتبان في الثبات الانفعالي. الحكم وحش جدا، بس انا لازم ابقى اعلى. ما ينفعش النقطة دي. يعني العب فاينل يا كابتن سيف ومعيش ولا المدير الفني ولا المدرب، يعني ربنا بقى يكون مع كابتن محمد شاوي، كابتن ضياء، كابتن عصام، ربنا يبارك. انت شفت صلاح النهارده ما شاء الله، فعلا تيم ليدر. امتى حسيت ان كيروش ان جسامة ما عندوش حاجة يعملها؟ بص، في الشوط، نهاية الشوط الثاني. في ايه بقى؟ في حتة الوقت الضايع، خلاص مش قادر. عارف هو لو شايف امل في المنتخب الكاميروني كان ادالك 3 4 دقايق في كل شوط. في لقطات كمان يا كابتن، في لقطات ان اديك فرصه دايما في اخر دقيقه في اي شوط وانت ليك هجمه واديك الادفانتج بتاعك، اسيبك؟ برافو عليك. لا، تيت
ايوه برافو عليك. في الشوط الثالث صفر وكان لسه فاضل بعض الوقت ما خلصش. ما صفرش يا كابتن، ما صفرش ولا شوط وانت في رجلك الكره رايق، يعني ما سابكش تكمل تروح. يا كابتن سيف هو استاذ حرفي عارف بيعمل ايه. لازم نخلص من الاشكال دي. النهارده كانت الشله كلها موجوده، انت شفت مين الحكم الرابع؟ بوندو. يعني حاجه جميله، يعني ده لو طلع ده مكمل الاثنين مدرسه واحده. بس والله يا كابتن سيبنا لهم ذكرى حلوه الحمد لله. كده بقى انت عارف مين اصلا متعكن اكتر من كاميرون؟ هو هو تلي زعلان ما عملش التارجت. بس التارجت بتاعه احنا عندنا الحمد لله المكسب جميل. فاكر بس فاكر امبارح انت قلت لي كلمه زي ما يكون منتخبنا سمعها منك وقال لك ايه؟ معلش يا كابتن سمير لا مؤاخذه بقى، يعني المره دي خليها عنك انت شويه. انت قلت ايه؟ دايما جسامه بغض النظر دايما يبقى في الماتشات الهوم يبقى مع الفريق مع الفريق الهوم تي. فالنهارده خذلك كويس الحمد لله. الحمد لله انه خذلني. لا وانت لا وكمان الواحد ابتدى يتفائل بالمكالمه بتاعت الاستاذ طارق الخولي بصراحه. يعني احنا عاوزين نكمل معانا لكاس العالم. والله بص هو انا بتفائل بيه بصراحه. ايوه هو انا والله هو هو راجل لذيذ واللي في قلبه على لسانه وراجل محب للمنتخب وحاجه تمام. لو عايز اي حاجه عندك اي حد عايز يسافر قول لي وانا اكلم لك استاذ ما تقلقش. حبيبي يعني هبعت لك في لغايه دلوقتي في يعني 540 واحد بعتولي. ابعت لي على طول ولو رديت عليك بحق. احمد منير هرين التليفونات برضه. احمد منير بيسافر اكنه راح اسكندريه وجاي في كل الطيارات. احمد منير بعت لي 10 قال لي انا عاوز 10 بس قلت له بس برضه. الف مبروك يا كابتن سيف. الحمد لله يا رب. الحمد لله ربنا يخليك كابتن. التحكيم في النهائي رايك ايه؟ توقعاتك ان شاء الله باذن الله المحترم باذن الله المحتاجين توفيق فيكتور جوميز باذن الله. خلي بالك هم كانوا مأشروا لكده. مش عاوزين بقى لخبطه. هو الله يبقى موجود باذن الله. هو الاختيار الافضل اعتقد ان مفيش ستريس. يعني مباراتنا مع السنغال اعتقد خلاص يعني خروج الكاميرون بيشيل الضغط وبيشيل اي ازمات وبيشيل اي مشاكل. بس النهارده يا كابتن سيف عاوز اسالك حته بره التحكيم. اتفضل. مش المفروض يعني الممثلين بتوعنا الاتحاد بتاعنا هناك النهارده موجود؟ موجود يا فندم. في لقطه جت فيها إيفنتينو رئيس الفيفا. مظبوط يا فندم. عيسى إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني. تمام. ورئيس الاتحاد الافريقي. انا ما شفتش حد مننا. لا 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 لا, لا يا فندم لا اللقطه اللي جت اللي فيها إيفنتينو متسبي وقاعدين جنب بعض وإيتو قاعد في حته ثانيه يعني قاعد وراهم شمال. لا في لقطه بين الشوط الثالث والرابع. واقفين. لا هم واقفين في روم زي ويتنج روم كده مثلا بيشربوا حاجه بين الشوطين فواقفين مع بعض. طيب اعتقد لا اعتقد ان النهارده الاتحاد المصري كامل العدد هناك ولكن واضح ان استاذ جمال واللي هو مشهور وخالد يعني مش اهتماماتهم انا هقعد مع مين انا هقعد فين مش عاملين الشو لا لا لا, لا 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 مش عاملين الشو لا يعني اصل انا كنت في المكان ده فعارف القصه عامله ازاي يعني انت بقى قدامك حاجتين انت كين ان انت يعني تسلم على رئيس الاتحاد الافريقي طب ما يستحق ولا انت هو موضوعك منتخبك فواضح النهارده ان هم منتخبي طبعا واضح ان هم النهارده ما لهمش في اللقطه يعني ويا رب يستمروا كده يا رب ويا رب كل التوفيق ليهم يا رب يا رب بشكرك يا كابتن سمير بشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتن سمير عثمان خبيرنا التحكيمي كابتن ضياء السيد النهارده هو محمد شوقي بعد طرد كيروش وأدار المباراه ومعاهم الحضري الحقيقه بشكل هادئ جدا وشكل رائع جدا وناس كتيره جدا كانت اتكلمت على الكابتن ضياء طب ليه دور مالوش خلص بقى الشغلانه بقى والنبي عشان خاطري خلاص بقى الحاجات دي خلصت كل الجهاز الفني ليه دور علاقه الجهاز الفني كويسه الكلام اللي كنا بنقعد نقوله هو اللي لقيته عمر ما في حاجه مش سالكه يعني عمر ما في ناس مش طايقه بعض توصل للنقطه دي عمر ما يبقى في نجاح والامور مش ماشيه بشكل جيد عمر ما ده يحصل. ضياء السيد النهارده ومحمد شوقي كانوا هاديين جدا نشوف الكابتن ضياء السيد مع حسن غنيمه قاله اون تايم سبورتس في كل مكان معانا كابتن ضياء السيد مدرب منتخبنا الوطني كابتن ضياء برحب بيك في اون تايم سبورتس مبروك فرحتوا كل المصريين الحمد لله الحمد لله اهم حاجه انهم يفرحوا وينبسطوا واشكر اللعيبه ونشكر مدربنا الكبير قوي 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 بنشكره على المجهود واللعيبه طبعا بنشكرهم ان هم فرحوا الناس بشكل كبير في مصر الحمد لله ولسه ما كسبناش حاجه برضو ان شاء الله يا كابتن الجمهور كله دلوقتي خلاص لن يقبل باذن الله الا العوده بالكاس واحنا قادرين على ده وعندنا لعيبه وعندنا جهاز فني على اعلى مستوى لن يقبل والله دفعه الجمهور دي اللعيبه حاسه بيها جدا جدا
وحاسين بيها بشكل كبير جدا، وهم يعني انتوا عايشين معانا انت وعمر، وعارفين قد ايه هم يعني مركزين وقد ايه مضحيين في حاجات كتيره جدا، لكن كله يهون عشان خاطر مصر ان شاء الله. كابتن ضياء وزير الشباب والرياضه وكابتن جمال علام قال لكم ايه؟ والله انا روحت المؤتمر، لان انت عارف انه مستر كارلوس مطرود، فانا روحت المؤتمر، لكن اكيد حفز اللعيبه واكيد حفزوا اللعيبه وبركلهم يعني، واللعيبه تستحق يعني وتستاهل. بص احنا في الموال ده بقالنا، يمكن انتم متابعين الترصد اللي موجود، واحنا في الموال ده وعارفين ان ده هيحصل، يعني احنا حصلت لنا شويه حاجات قبل المباراه، لكن انا مش هتكلم فيها لان احنا يا دوبك يومين وهنلعب النهائي، لكن كان في تعنت كبير جدا من المره الاولانيه، وايقاف روجر وايقاف مروان وبعدين يشيلوا الايقاف والغرامات، حتى الغرامه اللي جت على المؤتمر الصحفي، المرور والعربيه اللي كانت مصاحبه الراجل صمموا يروح الاوتيل، فما كانش ما فيش احنا ما كناش غلطانين، لكن كان في تعنت كبير جدا على الراجل، وكان احنا كنا حاسين عارفين احنا كنا بنقول لبعض انه هيعمل حاجه يعني، لكن الحمد لله ان احنا كسبنا علشان تهدي شويه. اتمنى بس من الكاف زي ما قدم الثالث والرابع من الحد للسبت للفير بلاي، نتمنى انه يعملوا يوم الاثنين، لان احنا يومين السنغال واخده يوم زياده، فعشان يبقى نهائي عادل اتمنى انه زي ما حصل تعديل، انا بقولش لو حاجه ما فيهاش تعديل، لكن حصل تعديل في الثالث والرابع ارجو انه يحصل عشان يبقى نهائي مميز لافريقيا، نهائي افريقيا تشرف بيه. شفناك النهارده كنت حلقه وصل بعد طرد كيروش ما بين اللاعبين وما بين كيروش في المدرجات، بالتاكيد كان الجهاز المصري دور كبير بعد طرد كيروش انه يوقف اللعيبه على رجلها في الملعب. بص احنا زي ما انا قلت لك وانت عارف اكتر واحد، احنا وحده واحده، الجهاز كله وحده واحده، واحنا كنا كلنا بننفذ تعليمات الراجل وبياخد ارائنا وبنقول له على ارائنا، فطبعا كان في تواصل لحد ما خرجنا لبر الامان الحمد لله يعني. اشكرك يا حسن. اعزائي مشاهدون تايم سبورتس في كل مكان، ده كان لقائنا مع كابتن ضياء السيد مدرب منتخبنا الوطني، فرحه كبيره بالتاكيد من يوم دي الى القاهره. لقاء الحقيقة رائع للمتألق حسن غنيمة من كابتن ضياء السيد، اللي بنبارك له ونوجه له كل الشكر وكل التحية، ألف مبروك، يستحق الحقيقة التقدير ويستحق الشكر كابتن ضياء. كل الناس بعتالي يعني قاعد بشوف على السوشيال ميديا دلوقتي وأنا معاكم، كل فناني مصر، كل سياسي مصر، كل الهيئات، كل الناس، 120 مليون بيباركوا للمنتخب الوطني، شعور الحقيقة رائع جدا جدا جدا. النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب برضو منزل بيان تهنئة للمنتخب الوطني، بيدعم الجمهور بشكل كبير، بيطالب الجمهور يبقى خلف المنتخب الوطني، ويعني يعني الحقيقة بنحييه جدا جدا، ودور كبير جدا ليهم الفترة اللي فاتت لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشعب، وبنشكره. ومحمود حسين كادر الحقيقة رائع جدا جدا جدا. حتى ليفربول منزله مباركه لصلاح، ليفربول طبعا ليها نصين دلوقتي في النهائي ماني وصلاح، وهتكون مواجهه كبيره جدا وهتكون مواجهه رائعه جدا. ليفربول النهارده بيبارك لصلاح، اكيد بيبارك للمنتخب الوطني، اكيد الامور في النهائي هتكون مختلفه جدا. السنغال ومصر انتوا عارفين المنتخب ماني وصلاح، يعني ليفربول دلوقتي في حته ثانيه بقى خلاص، يا هناوي يا بخته اللي عنده ماني وصلاح. عايز اقول لكم ان المنتخب الوطني هيواجه منتخب السنغال ثلاث مرات في اقل من شهر ونص، يوم الحد او يعني ما اعرفش كلام الكابتن ضياء ده ممكن الناس تسمعه ويزودوا يوم ولا لا، ولكن هيواجهوا في النهائي ثم مرتين في التصفيات النهائيه للمؤهله لكاس العالم، فالامور هتبقى مختلفه تماما. السد العالي النهارده عامل دور كبير، ناس كتير انتقدته، ولكن عصام الحضري وحش في اللعب وفي التدريب. نشوف آلي الحسن. انا عايز حضري مبروك لكم الشعب المصري. شايفين الحقيقه مركز حراسه المرمى مطمنين، اي حارس بيكون موجود بيكون على العهد. الحمله عاليه قوي. مبروك طبعا لمصر، مبروك لشعب مصر، مبروك للوطن العربي، مبروك لكل اللاعيبه، الجهاز الفني، مجلس الاداره، مبروك للحراس طبعا، تحيه خاصه مني لهم.
بشكرهم طبعا عشان الحمل عالي قوي، عشان هم تعبانين قوي، ونتمنى ان ربنا يكرمنا ان شاء الله المباراه النهائيه ان شاء الله ناخد الكاس. قول لي جامايكا اخباره ايه في النهائي؟ والله جامايكا في 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 حاجه كده ازازه كازم انا هسميها زجاجه الانتصار اللي كانت في ابو جبل، ان شاء الله هننزل لها صوره ونعرف الناس ان احنا بنشتغل ازاي، بنشتغل عشان بلدنا، بنحب بلدنا. عايز اقول لك حاجه، الناس ما بتحسش ان احنا فيه دلوقتي، بس زي ما قلت لك احنا السعاده اللي عندنا ان احنا الشعب المصري كله فرحان، كل الناس اعلاميين نقاد مدربين بنقول لهم مبروك، ونتمنى ان احنا ربنا زي ما قلت لك هنفرح النهارده، بس خلاص في 48 ساعه وفي ماتش تاني فاينل ان شاء الله. زي ما كنت حارس كبير بتقدم اوراق اعتمادك كمدرب حراس مرمى كبير لمصر؟ لا بص، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنشتغل. انا من طبيعه طول حياتي 25 سنه بشتغل، ما بلتفتش لاي حاجه بتتقال، بشتغل لشغلي، وعندي يقين يقين ان ربنا هيكرمني، وربنا بيكرمنا الحمد لله. نتمنى ان ربنا يكملها على خير ان شاء الله، وناخد الكاس وتبقى التامنه ان شاء الله، ونرجع مصر بعون الله ومنصورين كده مفرحين الشعب المصري. مبروك يا حبيبي. مبروك مبروك. اختلاف والله، والله ما في اي اختلاف، زي ما قلت لك احنا جهاز واحد، اي حد فينا موجود، اي حد قاعد فوق، اي حد قاعد في الفندق، احنا بنشتغل لمصلحه مصر والاسم منتخب مصر، وما فيش اي حاجه عندنا. اللي بيكرمنا النهارده كده الحب، الترابط اللي بينا، الاحترام اللي بينا، والشعور اللي بينا، بنفكر في حاجه اسمها مصر. مين بقى موجود مين مش موجود، احنا عايزين مصر تبقى هي رقم واحد في افريقيا. شكرا زميلنا حسن غنيمة على اللقاء ده. حضر يا رائع، حضر يا كبير، يا حضر يا نجم، وهو لعيب وهو مدرب، واضح ان يعني ربنا دايما بيدي المجتهد. اعترف الحضري ان في ازازة، واعترف ان الازازة هي السر. ايه الازازة دي؟ محدش عارف، ولكن الوحيد اللي عارف الحضري. الحضري هو اللي قال في ازازة كده تمثل جزء كبير جدا من المكسب. هل الازازة دي بتلف مع حراس المرمى؟ محدش عارف. واضح ان عليها برشامه كده، كل واحد هيشوط فين من لاعبي منتخب الكاميرون. واضح ان عليها ورقه، واضح ان الورقه مكتوب عليها حاجه، اكيد هنعرف من الحضري، ولكن انفراد اهو، انفراد. طلعنا الورقه وده تصريح من جامايكا، والامور كلها اهي معانا، ولكن على وضعك يا حضري، اعمل اللي انت عايزه، حط ورقه، هات ازازه، المهم في النهايه ان انت تكسب. عايز اوجه شكر كبير جدا مش بس للحضري في المستوى اللي ظهر عليه حراس المرمى ده، لا، لكمان الكابتن ايمن طاهر. كابتن ايمن طاهر في الجهاز السابق كان ليه دور كبير جدا جدا الحقيقه مع حراس مرمى المنتخب الوطني. ايمن طاهر واحد من الناس الكبيره جدا في مجال تدريب حراس المرمى، بوجه له كل الشكر وكل التحيه، وان شاء الله باذن الله اللي جاي افضل. اي حد بيعمل حاجه يعملها، المهم نفضل نفرح، نفضل نبقى مبسوطين. اكيد التاريخ دايما بيكتب البطولات، التاريخ ما بيكتبش التصريحات، ودايما في نجوم واساطير هيفضلوا موجودين زي الكابتن احمد حسن، زي الكابتن محمد زيان، عمر الناس ما هتنسى، ودايما لما بنتكلم على العزيمه بننادي عليهم في الفرحه، دايما فاكرينهم، عشان كده هيبقوا معانا بعد الفاصل. صوتنا كان واحد، قلبنا جامد، يهز اي سلاك، روحنا كانت حلوه تشجعنا قوه، كنا معنا الاتحاد. مش بس 11 واحد دول 9
انا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليها الله 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 الله. انا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي. الله عليها الله. الفرحة دايما حلوة ودايما لما بنفرح بنفتكر الأساطير، وأبقى دايما أحمد حسن ومحمد زيدان هما أساطير الكرة المصرية ونجوم الكرة المصرية والأفريقية كمان. مبروك يا صقر. حبيبي يا كابتن سيف، مبروك طبعا للشعب المصري كله، وأعتقد إن فعلا ناس طيبين ويستحقوا الفرحة. يعني إحنا شعب يستحق الفرحة، ومش عايز اقول لك رجعونا تاني الايام الحلوه والاغاني الحلوه. ولسه واحنا داخلين الاوزدان بنتكلم، انا وقفت في الكنترول، يمكن اجيت بعد الماتش على طول، عمال اسمع بقى الاغاني وسامعك وانت جوه، والواحد يعني تحس ان جسمه بيقشعر كده، يرجع الايام الحلوه تاني. بس انا مستغرب يعني نجوميتكم بتزيد كل ما السنين بتعدي. والله بص عايز اقول لك على حاجه، هو الحمد لله النجوميه دي بتفضل موجوده مع الناس لانك انت حققت انجاز وحققت تاريخ. صح. فبالتالي ده اللي احنا بنتمناه كمان، لان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله فاضل 90 دقيقه ورجالتنا، ولازم نقول عليهم رجالتنا، لان فعلا يعني اسعدونا وفرحونا. احنا دلوقتي بنتكلم كمشجعين، مش بنتكلم كنجوم كوره او حققنا نجاحات وحققنا انجازات. هيكتبوا اسم بحروف من ذهب، زي ما انت دلوقتي بتتكلم على كل الجيل اللي كان موجود، سواء بقى من 98 او 86 حتى، او الناس اللي قبل كده، او الجيل بقى الذهبي اللي هو 2006 و2008 و2010. فهم كمان هيحطوا نفسهم في لوحه الشرف دي، اللي هيفضل دايما الشعب المصري دايما ذاكرهم. والله عايز اقول ان فعلا رجاله بمعنى كلمه رجاله، يعني فعلا اسعدونا النهارده. احنا النهارده قاعدين، انا حتى لسه بقول لزيدان احنا اللعب اسهل بكتير. يعني اللعب اسهل بكتير من التوتر اللي احنا عايشين فيه ده. صح. يعني مع كل هجمه مع كل، فبيني وبينك ان شاء الله قريبين ان شاء الله باذن الله من التامنه، واعتقد ان دايما دعوات المصريين بتفرق معانا بشكل كبير. والنهارده يعني ربنا كرمنا في الماتش ده واللي قبليه واللي قبليه، طبعا بمجهود اللعيبه والجهاز الفني، ولكن كمان دعوات المصريين اللي يستحقوا الفرح. والف مبروك لاحمد حسن، واحد من نجومنا الكبار جدا، اللي الحقيقه لقطات دايما وقوفه على المنصه واستلامه الكاس وكل الكاسات اللي موجوده عنده في البيت اللي مش هنتكلم عليها، مش مشكله، ربنا يزيده يا رب دايما. عمر الناس ما هتنسى زيدان وسونجو، عمر الناس ما هتنسى زيدان وهو بيرقص الجزمه. كان نفسي والله انزل في اخر 10 دقائق في اول ما جت الدقيقه 80، قعدت افتكر وانا في الملعب والكره بتتلعب، وكان نفسي احس ان انا عايز ادخل واجيب سونج معايا ونعمل نفس اللقطه عشان الماتش يخلص. بس يعني انا هعيد طبعا على الكابتن، على الكلام اللي كابتن احمد قاله، يعني البطوله دايما الـ 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 الـ
جمهور الكوره والكوره بتعترف بالانجازات، وزي ما انت قلت ان احنا لغايه دلوقتي شهرتنا بتزيد، هو حب الناس بتحب دايما الناس اللي بتعمل انجازات لبلدها وبتقعد تفتكره. ولما بتلاقي فرقه بتلعب دلوقتي او جيل جديد بيقعد يفتكر الجيل القديم ويقعد يبقى نفسه ان الجيل ده يعمل حاجه. ولو جينا احنا بصينا مش احنا بس، على في العالم كله وفي التاريخ كله، كريستيانو رونالدو مع كل حجمه الكبير لما عمل لما جاب انجاز دولي للبرتغال واحد بس بقى مخلد في البرتغال. انا هقول لك ان في ناس بيكلموني ده اقوى افيه، حد يعني واحده سيده كانت بتكلمني وبتقول لي يعني بلغ الناس المنتخب الروح وروحهم الكبيره عمل عليهم واحنا مبسوطين منهم جدا، وكفايه اللقطه بتاعت زيدان وسونج حاجه الحقيقه تفرح. فقلت لها حضرتك زيدان وسونج مين؟ قالت لي اللقطه اللي عطوها امبارح بصراحه تدل ان روح المنتخب. قلت لها حضرتك الصوره دي مش دلوقتي دي من شويه. قالت لي قلت لها بتاع 15 سنه. ابو جبل تقولوا له ايه النهارده؟ راجل 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 كابتن احمد. والله يعني ابو جبل وكل انا عايز في كلمتين يعني يستحق كل التحيه. وسلوته نقول لها ايه؟ والده ووالدته ده صعيدي خلي بالك زي تبعي يا ابو جبل. هنعرف من والده صعيدي ولا مش صعيدي؟ انت هتركب المصلحه على الفاضي. لا مش هركب مصلحه. طب تقول ايه لوالده طالما تبعك؟ صعيدي. ايوه والده تقول له ايه طالما تبعك؟ اقول له النهارده لازم تفتخر بيه. والنهارده فعلا هو بيحط نفسه في مكانه كبيره جدا جدا. وبيأكد ان هو حارس كبير وفي حته تانية زي ما انت طيب يا ابو جبل النهارده في حته تانية وثالثه ورابعه كمان. والد محمد ابو جبل مساء الخير يا فندم. ازيك يا كابتن سيف؟ ازيك يا فندم اخبار حضرتك ايه؟ نفس اللهجه ونفس اللغه. اتشرف بوجودك يا رب. الله يبارك فيك. الف مبروك للوحش بتاعنا والف مبروك لكل رجالتنا. الله يبارك فيك. مبروك عليكم كلكم يا رب. دلوقتي الكابتن احمد حسن ركب على المصلحه وقال بلدياتي وان هو معاكم في نفس المنطقه، الكلام ده صح ولا اشاعه؟ لا صح، ده اخوه ومن المنيا وده اخوه وحبيبه وكلنا. ومش حبيبي انا ولا ايه؟ ده كابتن محمد زيدان. احنا بورسعيدين برضه، احنا بورسعيدين برضه حبايب، كلنا حبايب. ده كابتن محمد زيدان. اهلا كابتن محمد حبيبي ربنا يخليك. مبروك طبعا ونعمة التربيه بجد. وفعلا هو اسم على مسمى ابو جبل، هو فعلا كان النهارده جبل. الله يبارك بجد ما شاء الله. الله يا كابتن، الله يبارك فيك يا كابتن محمد. لو مسيل على الكابتن احمد حسن والكابتن سيف زاهر وال مبروك لمصر. ربنا يخليك، ده احنا اللي فرحانين بيك وفخورين بيك. واحنا الحقيقه يعني دعواتكم ودعوه والدته وحضرتك واداء النهارده ابو جبل فرح النهارده 120 مليون وشرفنا وخلى رقبتنا في السماء. وفي ضربات الجزاء وحش وهادي واقف على رجله، ربنا يكرمه يا رب. ده كرم من عند ربنا والله، والحمد لله وربنا سبحانه من سندتكم يعني دعمكم ليه ووقفتكم معاه والاعلام كل وقف معاه، ربنا سبحانه وتعالى ربنا سنده. يا رب يخلوه لك هو ومصطفى. في حد تاني؟ مصطفى. ايوه في حد غير مصطفى ولا هو مصطفى بس؟ لا معي علي وربنا يخلوه معي هان. ربنا يا رب يخليهم لك. انا عارف ان مصطفى هو اللي بيمليك. لا مصطفى هو كل اعماله. ربنا يا رب يديك الصحه انت والحاجه كده ويخليك ليه دايما وتطمنا على الحاجه دايما. امين يا رب. حبيبي يا كابتن سيف، الحاجه عايزه تسلم عليك. اداني خد ايه. الو يا حاجه الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن سيف. الله يبارك فيك. والله العظيم صوتي راح على ابو جبل النهارده زي ما انت شايفه اهو. والله انت صوتك راح، انت صراحه اكتر منك. ربنا يديك الصحه يا رب ويكرمك دايما والف مبروك. يا رب ويخليكم ويبارك فيكم يا رب كده على طول ان شاء الله. قلت له ايه بعد الماتش؟ يا سلام، انا ما قدرتش انطق والله ما قدرت انطق من البكا والفرحه اللي في قلبي. ولا حاجه ولا كلمه خالص؟ لا قلت له يا ابوي انت جبل مصر وانت تستاهل كل خير يا رب. جبل مصر ربنا يا رب يخليه. ربنا صح كده دايما ماشيين بكرم ربنا. جبل بصح وربنا يكرمه ويخليه ويكون ويديه يا رب. يا رب. كنت عارفه ان هو هيلعب الماتش من بدري؟ والله ابدا انا ما كنتش عارف يعني. تعبان يا محمد يقول الحمد لله، متصاب الاصابه وعر يا محمد يقول لها الحمد لله، اديني بتمرن واخد علاج وان شاء الله هتخف. لحد ما ده وقال يعني اتكلمنا قال ده انا اللي هلعب. كانوا منزلين برضه يعني احمد الشناوي وهو قلنا اللي يقف يزيد
ده زي ده وده زي ده. محمد الشناوي ان شاء الله. ربنا يا رب كلهم ولادك وربنا يخليهم لك. والله كلهم ولادي. ده هو ده والله. وتشوفيه يا رب كده زي الكابتن احمد حسن والكابتن محمد زيدان. يا رب يا رب يا اخويا يا رب والله يا رب يكرم ربنا ان شاء الله. يا رب نشوفك ان شاء الله باذن الله على خير. عليهم ان شاء كلهم الكابتن معاي. احمد حسن يا حاجة ازيك عاملة ايه؟ كابتن زيدان الله يسلمك ويخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك لك فيه يا حاجة وفعلا ونعمة التربية وكبرتي راجل واسد وفعلا اسم على مسمى ابو جبل. ربنا يبارك لك فيه ويحفظك. الحمد لله يا ابو والله الحمد لله ده فضل ونعمة من ربنا. يلا ان شاء الله. والنبي يا حاجة ما تنسي دلوقتي انا فكرتك المرة اللي فاتت زي ما بتدعي له ادعي لي. ركزي في الحاجتين دول. سيبك من المواضيع التانية دلوقتي. ماشي حاضر. اهم حاجه تدعي لي وما تلاقيش انا حصيطه. طب تدعي لنا احنا كمان برضه. احنا مش عايزين نشتت الدعوات. ماشي يا كابتن ربنا يكرمك ويديك ان شاء الله يا رب. ربنا يديك الصحه ويكرمك كل امالك يا رب كده ان شاء الله. ربنا يعزك دايما يا رب ويشرف وجودك دايما. بشكرك يا فندم بشكرك شكرا جزيلا والده محمد ابو جبل ووالد محمد ابو جبل. فرحه كبيره طبعا يعني خلي بالك يمكن زي ما انت بتقول النهارده كده يمكن مش والدته ووالده بس واخواته هم الفرحانين لا لان كل واحد في الشعب المصري بيعتبر ان ابو جبل وكل لعيب هم اولاده بيدعي لهم يعني عايز اقول لك ان الكوره بتعمل حاله ومش كمان بقى بتعمل حاله للمجتمع كله يعني النهارده الفرحه في الشارع وزيدان عمال يفرجني صور الميادين مليانه والناس نازله في الشوارع ويعني يعني فعلا فعلا إن بتحسن الحالة عند الشعب المصري كله بالكامل لأن إحنا بنعشق كرة القدم وأعتقد أن الناس مقدرة المجهود الكبير اللي بذله المنتخب والفرحة اللي فيها الشارع وتاني عودة الأغاني وخلي بالك أن وصول المنتخب ده سيف كمان بيعمل نوع من أنواع الانتماء بيزود الانتماء عند الناس يعني تلاقي علم مصر تاني بيرجع تاني في البلكونات وفي ومع الولاد الصغيرين وفي الأعلام في العربيات والناس فرحانة والناس ناس هتبدأ تفكر كمان الماتش بقى اللي جاي النهائي هنبدأ نشوفه فين وهنبدأ الناس تشجع فأقصد أن حالة فعلا بيعملوا حالة مش مجرد أن هي بطولة وبتحققها ولا ودني حالة كمان لأن احنا يمكن حسينا بده وحسينا بده بشكل كبير جدا لما لعبنا البطولة الأولانية في 2006 في مصر ولما خدناها في 2008 ولما خدناها في 2010 وكان من قبلها 98 قد ايه فرحة الناس وقد ايه فرحة الشارع وقد ايه وفي الآخر الناس دي على فكرة مش مستفيدة أي حاجة غير إن هي بتفرح صح الناس دي مش مستفيدة أي حاجة غير إن هي بالظبط غير إن هي بتحب بلدها وبتدعي للعيبة وأنا عايز أقول لك على حاجة في وقت من الأوقات التوفيق بجد والله هو بدعوات الناس دي دعوات الناس الطيبين دي ما انا قلت كده والله في الانترو قلت ربنا ما نقيمش الناس دي ابدا زعلان بالظبط سمعتك طبعا في الانترو انت بتقول ان فعلا فعلا في وقت من الاوقات الناس دي بتبقى محتاجه الفرحه فبتدعي من قلبها فاعتقد كمان ان اللعيبه يستحقوا وفعلا زي ما الكابتن احمد بيقول يعني يمكن المنتخب الكابتن احمد قال لي من شويه واحنا يعني قبل ما نخش الهوا قال لي ان تحس ان البطوله بتنادي لهم ما احنا يعني المنتخب ما فازش البطوله دي في كل الماتشات مثلا بفرق هدفين وثلاثه واربعه زي ما كنا احنا بنكسب بس الروح القتاليه اللي احنا شايفينها منتخب يلعب ثلاث ماتشات في المجموعه 90 دقيقة ويلعب ثلاث ماتشات 120 دقيقة ويعدي من الثلاث ماتشات في الوقت الاضافي يكسب وبعد كده في ضربات الجزاء يكسب معناه وفرق تقيلة ويطلع الفرق اللي بتلعب على ارضها كل مرة بيخش عليك اثنين انت مش مصدق ان داخلهم شوط يعني النهارده مهند لاشين داخل يشوط محمد عمين داخل شوط المره الثانيه كلهم خلي بالك احنا ما ضيعناش يعني ولا ضربه جزاء الخمسه اللي فاتوا والثلاثه بتوع النهارده ما ضيعناهمش ما فيش واحد ضيع دي ثقه خلي بالك ده برده يعني ده برده انت متخيل اللي بيخش المسؤوليه عندك قد ايه كابتن احمد ضيع ضربه جزاء قدام المصحف زيزو رقصنا في ضربه الجزاء طب الكابتن احمد حسن ضيع في ضربه جزاء قدام اللي انت فاكره الراجل وقف 30 سنه على المنصه فاهم قصدي قاعد رافع الكاس بقول لك احنا مش لسه مكملين هيجي لي في حاجات كتير هيجي لي فيها فين يعني جابوا لنفسه عايز اسالك سؤال يا كابتن احمد انتوا برضو في جيلكم كنتوا يعني معظمكم كنتوا معلمين يعني ما حد ينتقدكم ومطالعين عليه وراضين وطالعين في كل التليفونات يعني ما حدش كان يقدر يروح لكم بانتقاد شديد مش انتقاد فني ممكن صحيح. حد يقول كويس وحش كابتن كان في ظهرنا عميده كابتن كان هو العميد كان هو اللي ظهرنا وكان بيحمينا شفته في لقطات كتير ويطلع والناس تطلع واللعيبه اللعيبه دلوقتي ممكن عشان اللعيبه وجوه جديده ولعيبه صغيره ده اللي خلى صلاح يطلع ويقول يا جماعه كده وما ينفعش وحول الدفه بشكل كبير جدا بص هقول لك على حاجه سيف يعني خلينا نتفق اتفاق
ان برضو احنا الحاله اللي احنا وصلنا ليها وان احنا نقدر نود على الناس والكلام ده وكده، ده كان بادائنا في الملعب. النهارده اداء المنتخب اسكت الجميع، خلى كل اللي كان بينتقد بيتراجع تاني، وان كان لسه في ناس تانية للاسف بتهاجم وكده، وانا برضو مش عارف ايه الاسباب، لاني المنتخب ماشي بشكل كويس. فزي ما انت كنت بتنتقد ادي له حقه. ليه احنا كنا يمكن كنا دايما لما يجي حد يهاجمنا او يجي حد يعتدي علينا او كده ممكن نطلع نرد على طول؟ ليه؟ لان احنا مش مقصرين، احنا ما عندناش اي مشكله خالص، بنادي بشكل كويس، بنادي وصلنا لمرحله من افضل المراحل في تاريخ كره القدم المصريه. فبالتالي ما تجيش بقى انت عايز تركب موجه. فكنا هنا بنقدر ان احنا نرد بشكل كبير. اي نعم المنتخب يمكن البدايه بتاعته ما كانتش موفقه، او قبل كده كمان يعني قبل كده ما كانش اداء المنتخب كان بيزعج الشعب المصري كله بالكامل، فبالتالي الناس عايزه المنتخب يكون كويس. فهنا يمكن الحته دي اللي خلت يبقى فيه انتقادات للمنتخب. بص انت بتنتقد في وقت من الاوقات، بس ده انتقاد صحي. يعني انت لما تيجي النهارده تقول احنا عايزين المنتخب يبقى افضل، عايزين المنتخب احسن، ده ما فيش فيه مشكله خالص، انتقاد بناء بالظبط. بس في احيانا سخريه، يعني مثلا قال احمد حسن ده ما عندوش فكر. ما عندوش فكره ازاي مثلا؟ فاهم قصدي؟ مالوش في الكوره، ده مش انتقاد. تخيل انا لسه شايف فيديو قبل ما اجي استاذ ده، انا يعني قبل ما اجي شفت فيديو كده قبل الماتش على طول من احد، للاسف ان هو لاعب قديم، اتكلم على مصطفى محمد. هو كل مشكلته بقت مصطفى محمد في الحياه، وخلي بالك هو بيجيبوه في قناه، بيجيبوه في البرنامج عشان هو بيتكلم على مصطفى محمد، بقى فيه حلو يعني. كلام يقول لك ان مصطفى محمد، والله العظيم بجد، ان مصطفى محمد عدى مرحله الوحاشه. تخيل انت مصطفى محمد بالمجهود اللي بيبذله بالقوه وبالاداء، وراجل بيدافع وبيهاجم ومحطه وكل ده، لمجرد ان بقى افيه يعني، يعني يعني هو بيجيب كافيه، ولمجرد ان في بعض اللعيبه اللي موجوده وللاسف ان هم لبسوا شورت وفانيلا بيتكلموا زي ما انت بتقول من نوع من انواع السخريه. هو كوميديا سوداء مع كل الاسف. بس يا كابتن، يعني زي ما الكابتن احمد بيقول، انت ممكن يعني ممكن تستوعبها من جمهور ما لبس شورت وفانيلا ووقف في الملعب بالزبط. بس لعيب كوره، انا عمري ما اقدر اتكلم على لعيب كوره. انا مش مطلوب من مصطفى محمد انه يجيب لي جون كل ماتش، يلعب بالروح اللي بيلعب بيها. انا موافق عماد متعب 2008 ما جابش ولا جون في البطوله، بس لعب البطوله كامله وكان ارجل واحد في الملعب وكان سبب رئيسي ان احنا نكسب البطوله. انت جاي النهارده تسرح لهم؟ ها، احساسي شعوري يعني، انا مش عارف يعني ده ضيع ضربه جزاء. لا ما جابش ولا جون. عماد لا، ده عماد والكابتن احمد. لا 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 لا، ايه ده يحضر بجزاء؟ ده احنا ما كناش بنلمس الكاس لما كان بيمسكوه في ايده كابتن، كنا كابتن والنبي طب نمسكه. طب كابتن نشني، والله 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 يا عم سيف، والله يا عم سيف، مش كنت بتلعبهم؟ والله يا عم سيف، والله الكاسات كلها عنده في البيت يا كابتن، بنشوفها على الصور. والله 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 يا عم سيف، لما كان بيفرحكم لما كانوا بيتزقوا كانوا يجوا يتحموا. يا كابتن سيف، ما صورت الصورة بالكاس عنده في البيت اربعه؟ طب اديني واحد منهم اصور بيه. اي يوم فاضي عدى عليه. طب اخده لفه، اوريه لابني يعني. اوريه لابني الصغير اللي ما شافوش، اوريه له. مفيش. ابقى تعالى ابقى تعالى ابقى تعالى اهو الصقره اهو. بص مش عايز يدي، مش عايز ولا حد يلمسه. بص يا كابتن، بص ايوه هديه لهم والله. هيضيع، هديه لهم، هديه لهم. عايز اقول لك اهو، بص بص مش عايز يسيبه. كابتن استنوا يا كابتن، بص بقول لهم مش عايز يسيبه. بص بص بيتخانق. It's Egypt and it's Ahmed Hassan who received the Africa Cup of Nations trophy. الكورة كابتن دايما بيبقى فيها في كل جيل وفي كل مرحلة ظواهر، ودايما بتشوف يا كابتن احنا دلوقتي عايشين في عصر الكورة في مصر. ربنا يخليك يا زين، والله مش عارف. لا انا لسه كنت شفت، انا لسه اقول ايه، احنا عايشين في عصر، في عصر الكورة اللي هو عصر محمد صلاح اللي هو لعيب عالمي ودولي، والانجاز ده هو كبير جدا 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 بالنسبة له وبالنسبة للعيبة اللي معاه، ان هم لعبوا مع صلاح وكسبوا انجاز كبير جدا مع صلاح لبلدهم. وهيفرق مع صلاح ان هو دلوقتي خلاص جاب انجاز عالمي طبعا ودولي لبلده. بس الاحساس ده كابتن، بس المنتخب ده، انا اسف يا كابتن، اتفضل. بس المنتخب ده في اوقات حتى صلاح لو مش في افضل حالاته المنتخب فايق. يعني النهارده فعلاً صلاح عمل بطوله رائعه وعامل فروقات كبيره جدا جدا، بس لو في يوم صلاح مش فاهم، لا النهارده المنتخب كبير. منتخب النهارده كبير بالشباب. يعني كنا زمان نقول لك ايه، ما فيش باك رايت، ما فيش باك ليفت، ما فيش التمانيتين، التمانيه قليل في مصر. صحيح كل ده دلوقتي. النهارده الكوره بتاعت صلاح الانفراد طبيعي ان صلاح بيجيبها، وعمرنا ما بنفكر احنا. معلش احيانا بس بتحصل الكوره يعني بتحصل. بس النهارده زي ما انت قلت يا كابتن، الفرقه كانت فايقه، فبرضه ده كان عامل كبير جدا. صح، ان الفرقه كلها مش صلاح لوحده، فدي كانت يعني صح مهمه جدا. انا في نقطتين مهمين. النقطه الاولانيه، احنا برضه حتى الان لسه لم نحقق انجاز. صح، يعني احنا لحد الان احنا لسه عندنا فاينل. من حقنا ان احنا نفرح، ونفرح بلاعبتنا وعملوا مجهود هايل في الثلاث مباريات الاخرين، بس احنا لسه ما حققناش
انجاز. الانجاز هو بتحقيق البطوله، فلازم اللعيبه تفكر بالشكل ده، لاني دايما انا كان ليا مقوله وزدان موجود، كنا لما نوصل للقاء النهائي كنت اقول لهم ايه الثاني زي ال16. طبعا احنا كان وقتها 16 منتخب، احنا بالنسبه لنا الثاني ثاني يا صقر معلش، يعني افرح انت الواحد، احنا فرحانين لحد دلوقتي بالنقطه دي جدا. ايوه انا انت كلامك اللي صح، لا انت اللي صح، انت اللي صح، كلام صح طبعا. انا فاهم، انا والله انا فاهم، انا انا هو كلام كله صح طبعا، بس احنا الناس ما احنا فرحانين وهنفرح دلوقتي، طمعين، فاهم قصدي؟ لا طبيعي طبيعي ما كانت مصر كده، بس احنا كوت ديفوار المغرب الكاميرون لا انجاز. طب انا سؤال، بس اقول لك انا حاجه، انا سؤال، احنا السنغال هنلعبها فاينل وهنلعبها ماتشين تصفيات كاس عالم، انت عايز تقول يعني ماتشين وثلاث ماتشات السنغال، مش عايز تقول ان المصريين او احنا كشعب مصري عايزين نكسب الثلاث ماتشات على الاقل طبعًا. نكسب الفاينل ونوصل كاس عالم؟ لا خلينا. الناس عايزه كده، خلينا بس خلينا من كده. انت ما انت دلوقتي بالنسبه لك سيف شايف الانجاز ان انت وصلت نهائي ولا تحقق البطوله؟ تحقق البطوله بس، بس بس جوه نفسي، جوه نفسي فرحان ومرضيه ومتعشيه. ده طموحك انت؟ طبعا. لا انا طموحي طبعا، خطوه أنا خطوه تموحي. يعني انت تسالني بكره، انا بكلمك على اللحظه اللي انا فيها. لا احنا فرحان بكره، هبتدي بكره اتكلم ان شاء الله البطوله وندعم يا سيدي. والله انا معاك انا اقصد ان في الاول وفي الاخر انا ما اتمناه ان شاء الله باذن الله ان احنا نحقق ده. فده جزء مهم. احمد فعلا عمري ما انسى الجمله دي يا كابتن، كنت فعلا في الاجتماعات بتاعتنا قبل المباراه النهائيه كنت تقول لنا التاني، انا فاكرها كويس جدا وكلنا فاكرينها وهو فعلا كلامه صح، وده كان بيحفزنا فعلا ان احنا داخلين المباراه عارفين ان التاني على فكرة مش زي المركز الاول. يعني يا زيزو انا عايزك تثبت، انت دلوقتي بتديله وتاخد منه. ما هو حبيبي لا بس انت اديت واحده في الاول ده ضربه جزاء، بعد كده كابتن احمد والحاجات اللي كنت بتقولها لنا هو ضيع. انا ما ضيعش ضربات جزاء خالص خالص خالص. مين هو مبدئيا 2006 انا اصلا كان بيتفرج علينا اساسا، يعني ما كانش لسه، كان شرف ليا كابتن ان انا كنت واخده بدخل السينما فاكر. بقول لك ده النهارده بتفرج. طب يا كابتن ونبي انا عايزك ترجع ارجع دي لورا تاني، معلش يا جماعه ارجع ورا ارجع ورا، عايز بس النبي يرجعها لنا. لا 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 رجعها ورا تاني، انا عارف هو هيقول ايه والله عارف هو هيقول. كمان 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 لو يجيبوها لنا بس قبل كده بشويه. طب رجع ادي عشان انا بصيت الباص غلط وشوحت يا كابتن. يرجع بس ورا والنبي يا كابتن، عايزك تشوف الباص اللي عمال بيشوح لي يا كابتن سيف. بلاش ورا يا لا ارجع ورا تاني. لا بقول لك يا صقر النهارده بتفرج على الماتش انا هو فضل كويس، بقول له فضل مش فاكر كم ماتش ايه اللي كنت اتكلم عليه على فضل. ايوه ماتش الكاميرون الفاينل الكاميرون قال له فضل قعد يسخن الكابتن عايز قعد يسخن، كان فاضل تغيير واحد قعد يسخن. ايه فاضل تغيير مين؟ ده خلص اول ماتش تغيير. ايوه فضل ما بيسخنش ليه؟ ده خلص ده بيسلم من الشوط الاول يا كابتن التغييرات خلص ده بيسخن من الشوط الاول وبعدين انا اخر تغيير تقريبا او انا التغيير الثاني وبعدين بعد التغيير الثالث فقال له قوم سخن يا فاضل انت ما سخنش ليه؟ لا 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 ده خلصنا الثلاث تغييرات. هو كان بيتفائل ان فضل يسخن فبعد كده هو فضل دايما بيحكيها فراح قال له انت ما بتسخنش ليه؟ ففضل عايز يقول له ما فضل اللي حكاها ان ايوه فضل عايز يقول له ان الثلاث تغييرات خلصوا مش قادر يقول له فقام سخن هيعمل ايه؟ لا بس في انا بس فضل امير الحياه شخصيا طبعا طبعا اكيد. بس انا في زي ما قلت لك النقطه اللي هي الاولانيه ان زي ان احنا نبدا ان شاء الله باذن الله نفكر ان احنا هدفنا ان شاء الله باذن الله ان اللعيبه تركز على البطوله، لان زي ما قلت لك انك انت توصل للنهائي ده انجاز في حد ذاته، بس انك انت تقف على منصه التتويج وتجيب البطوله ده الانجاز الاكبر وده اللي احنا بنحلم بيه. واعتقد ان اللعيبه بالثلاث ماتشات اللي فاتوا اعتقد ان هم طمعونا بشكل كبير ان نحقق البطوله، واعتقد ان احنا ان هم قادرين على كده باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فاصل وارجع لكم بعد الفاصل مع اثنين من نجوم مصر كابتن احمد حسن كابتن محمد زيدان بعد الفاصل. كلنا اكيد من بكره هنبتدي، سيبكم بقى من الكلام اللي فات ده كله، احتفلنا وهزرنا وضحكنا وانبسطنا، وهنبتدي من بكره ان شاء الله باذن الله نحلم بالكاس ونحلم بيوم الاحد ان يكون معانا الكاس ونفوز بيه، لان الحقيقه ده حلم وطموح كبير جدا. انا على المستوى الشخصي مرضي لحد كده ومبسوط جدا جدا، ولكن كل يوم جديد وكل يوم اكيد بطوله جديده تبقى معانا ان شاء الله باذن الله يوم الاحد ونجيب الكاس ونحتفل مع بعض. والله بص زيدان قال لك انا نفسي كنت اتصور بالكاس صح؟ والله يعني بما ان انا صقر يعني تحبش تزعله؟ والله ما هزعله والله يا كابتن سيف ما هزعله عشان خاطرك انت بس. انا مش مصدق انه عمل كده، مش مصدق انه عمل لا 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 طلع بالحته ده الحاجات دي كانت مستخبيه. طب يا كابتن انا بتصور معاك والله بعت جبته من البيت. طب صورني معاه والنبي يا كابتن.
الحاجات دي كانت مستخبيه وبنشوفها الاول مره. لا استنى مرة. عشان ماشي الصوره بتاعتك هتبقى لا مش كده, ما انت عشان حاطط الباسورد بتاعك بس استنى بس. يا كابتن بس لا لا ما هو مش هيديني الصوره. لا يا كابتن هبعتها لك. اذا كان اداك الكاس تليفون يا كابتن اخضر واحد بتليفونك يا سيدي. ماشي اتفضل اضمن الصوره. ما انا عمر يلا صوره الكاس. لا خدها خدها سيلفي بقى يا صقر. حاضر سيلفي انا وانت. سيلفي انا يبقى انا هو برضه زي ما انا معاك اهو. مفيش معاك قصه اهو. وانت معانا يا كابتن سيف. سيلفي سيلفي هوا ده اول احساس رياضي في مصر يقطعوا البرنامج ويقعدوا يتصوروا. خليه بقى هنا معانا. خليه جنبنا هنا. سواء يا كابتن سيف انت كمان لو سمحت. سلام عليك يا صقر. فاحة حلوة زي ما انت قلت. ده ده دي الكاسات بقى الحاجات بتاعت الصقر على قديمه يعني. ان شاء الله باذن الله عنده منه اربعة يا كابتن. اه في البيت عنده منه اربعة. ده البيت كله كؤوس. اه ما شاء الله عند الكابتن احمد كله كؤوس. ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ويبقى يوم الاحد كده كاس جديد ويبقى معانا برضو نجومنا ونحتفل ان شاء الله باذن الله مع بعض. تفتكر هيبقى عنده الخامس برضو في اللي جاي ده؟ لا خلاص لا لا خلاص ممكن. والله ما بقول لك ايه والله ما بيغلب. والله ما هو ممكن يقنعهم ان أأمن حتة عنده. انا عايز اقول لكم ان دايما اي بطوله بيبقى فيها بتولد فيها نجم وتولد فيها بطل وتولد فيها مسؤول وبقى مسؤول وشه حلو ومسؤول قرفته كويسه. البطوله دي الحقيقه حسن غنيمه هو تميمه البطوله. وشه حلو على المنتخب, عمل تغطيه الحقيقه رائعه جدا. جميل. المنتخب من مكسب لمكسب اداء رائع جميل حسن. ها جدا جدا ما شاء الله عليه. حسن يعني دكتور دكتور طبعا انا عارف طبعا دكتور في السويس. ايوه فاكر لما رحنا السويس انا وانت لقيتنا اليافطه اللي كانت قافله الشارع. ابو علي الف مبروك. مبروك يا كابتن سيف ومبروك لملوك افريقيا وايقونات الافريقيه العميد كابتن احمد حسن وكابتن محمد زيدان. الحقيقه ملناش سيره النهارده غير على كابتن احمد حسن وكابتن محمد زيدان لانهم من ايقونات التاريخيه عبر التاريخ لمباريات مصر والكاميرون الحقيقه. لكن كابتن سيف من العاصمه الكاميرونيه ياوندي ومن امام الملعب الوش سعد وهنا علينا الحقيقه الملعب الاولمبي بنعيش لحظات تاريخيه هنا في العاصمه الكاميرونيه بالتاكيد يا كابتن سيف. الحقيقه يعني اعذرني لو كان كلامي متلخبط من كتر الفرحة. الواحد جاله هبوط الحقيقة. الجمهور المصري النهاردة لمدة 25 دقيقة بيفتحل حسن. بيحتفل مع أبطالنا اللي حسن. هو احنا نايمنا المغرب بدري نايمنا الكاميرون بدري ولا ايه؟ ده مفيش ولا واحد في الشارع. ده حقيقة كابتن. ده حقيقة كابتن. عايز اقول لحضرتك الجمهور الكاميروني كان في حالة حزن كبير جدا. واحنا دلوقتي موجودين انا والاستاذ سيد احمد مدير التصوير لوحدنا في الشارع تقريبا, وفي اتنين من الامن موجودين ورا الكاميرا علشان يأمنونا. الجمهور الكاميروني الحقيقة غادر الملعب وغادر الشوارع في حالة حزن شديدة جدا بعد المباراة. لكن النهاردة يا كابتن بقى خليني اقول لك ليلة سعيدة بنعيشها هنا. البعثة المصرية الحقيقة 25 دقيقة كاملة بعد انتهاء المباراة لعبتنا بتحتفل مع جمهورنا العظيم اللي زحف هنا لملعب أولمبية اللي كان ليه دور الحقيقة سحر. يعني بالرغم من اننا طول الماتش النهاردة كان لينا مدرج واحد وسط ملعب كامل من الجمهور الكاميروني, الا ان المدرج ده كان يعني بيشتعل بيه الملعب النهاردة وكان ليه مفعول السحر على اللاعبين. وعايز اقول لك بقى كابتن سيف النهاردة الجمهور واللعيبة ما كانوش عاوزين يسيبوا بعض وكان ممكن يقعدوا يحتفلوا لحد بكرة الصبح. يمكن اللي فرق القوات ما بين الجمهور وما بين اللعيبة اتنين, الامن الكاميروني اللي حاول يقنع الجمهور ان في معاد طيارة ولازم يطيروا بسرعة المطار يا ويندي, والاعضاء الكاف قالوا لهم كده خلاص لازم نطفي نور الاستاد. الحقيقة فرحة كبيرة مش مهما قلت يا كابتن سيف مش هقدر اوصفها لحضرتك. الجمهور المصري شمال يمين احنا المصريين, ده كان النداء النهاردة وسط فرحة عارمة داخل ملعب اولمبيه. كمان الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره نزل وكان رافع علم مصر وبيحتفل مع الجمهور وكانه مواطن ونسي ان هو مسؤول. هو والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كانوا يعني فرحه عارمه, كانوا بيتنططوا في الملعب من كتر الفرحه, نسيوا ان هم مسؤولين وكانوا بيحتفلوا زيهم زي الجمهور بالظبط داخل الملعب. ده مش كده وبس, ده كمان بعد المباراه الحقيقه الجمهور الكاميروني كان في حاله حزن شديده جدا ورفض لما لعيبه الكاميرون راحت للجمهور الكاميروني عشان يحيوهم او يعتذروا لهم على النتيجة. الجمهور الكاميروني هاجمهم بشدة ورفض الاحتفال معاهم.
معاهم وغادر الملعب. لكن مهم جدا يا كابتن ان احنا كمان نشيد بالسلوكيات الحيه للجمهور الكاميروني جوه الملعب. كانت روح رياضيه رائعه طوال مجريات المباراه الحقيقه. حتى طوال المباراه كان في موجه كده بتتعمل ما بين الجمهورين المصري والكاميروني وسقفوا لبعض. فدي الحقيقه كانت روح رياضيه. ومنذ قليل بالتاكيد اطمنا على موكب جماهيرنا اللي وصلت الى مطار ياوندي، وفي طياره بعد دقائق هتقلع باذن الله الى ام الدنيا مصر باذن الله. كمان خليني اقول لحضرتك بقى بعد بعض اللقطات التي لم ترصدها الكاميرات النهارده بعد طرد كيروش، كان كابتن ضياء السيد مدرب منتخبنا الوطني هو اللي اخذ حلقه الوصل بالتليفون بقى ما بين كيروش اللي كان موجود في المدرجات وما بين اللاعبين. وخليني اقول لك يا كابتن سيف ان اول واحد نزل بيجري على الملعب كان كيروش بعد انتهاء اللقاء بضربات الجزاء. اول واحد راح له كان محمد شريف وحضنه جامد جدا وبس دماغه. الحقيقه مدرب كبير بيلعب على الحته النفسيه للاعبين، او يعني ساب اللعيبه اللي شاركت طوال المباراه وراح لمحمد شريف وحضنه. وخليني اقول لك يا كابتن سيف السبب الحقيقي لتغيير محمد شريف، عشان في كلام كتير جدا طالع انه التغيير كانت غلط وانه الجهاز المعاون فهم الموضوع غلط من التليفون. الكلام ده غير حقيقي. هذا التغيير كان من كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني، لانه كان خلاص يعني التغيير كان عاوز ينزل احمد سيد زيزو لانه متميز في تسديد ضربات الجزاء، وده اللي وضحه كيروش لمحمد شريف وقال له بالتاكيد انت لاعب كبير سواء في منتخب مصر او في النادي الاهلي وهو يجيد ضربات الجزاء، ومحمد شريف بيفرق مع اي فريق في الدنيا. والموضوع انتهى والموضوع اتقفل وخلاص ما بقاش فيه اي مشكله. اللعيبه قعدوا يحتفلوا تاني جوه غرف خلع الملابس زي ما حضرتك عرضت الفيديوز اللي موجوده، حتى وهم خارجين كان الحقيقه كان اهتمام اعلامي جبار من كل وسائل الاعلام الكاميرونيه بالمباراه. ما كانش فيه موضع لقدم موجود جوه الميكسد زون واحنا بنسجل مع اللعيبه. انا كنت بس بمد المايك عشان اسجل مع اللعيبه في الميكسد زون، بلاقي فوق دماغي مثلا حوالي 300 قناه كاميرونيه لدرجه كنت هقع الشناوي وانا بسجل معاه يعني الحقيقه. انا اسف ان انا كلامي متلخبط، بس انا من كتر الفرحه الواحد جاي له هبوط. فعايز اقول لك كابتن سيف كمان انه خلال المباراه كمان عصام الحضري راح للجمهور قبل بدايه ضربات الجزاء وشاور الجمهور ان هم يشعلوا المدرجات اكتر واكتر. والحقيقه كانت الاجواء هنا اكتر من رائعه بالتاكيد. كيروش داخل غرف خلع الملابس قال للعيبه قدامكم ساعتين زمن للافراح، هنروح هناخد العشاء بتاعنا في الفندق. انتهت مباراه الكاميرون، قدامنا مباراه كبيره، قدامنا ملحمه امام المنتخب السنغالي اللي هنقابله ثلاث مرات في اقل من 45 يوم. وخليني اقول لحضرتك كمان خبر يعني عرفته كده من مسؤولي الاتحاد المصري لكره القدم، بندرس ان شاء الله بكره تقديم طلب للكاف عشان تاجيل المباراه النهائيه من يوم الاحد ليوم الاثنين، عشان نبقى واخدين راحتنا زينا زي المنتخب السنغالي ونقدر ندخل على المباراه بقوه. يمكن كمان من المنتظر يعني رد الكاف في خلال يعني 24 ساعة. الحقيقة كيروش يعني بعد المباراة كمان يعني كان في تحيات كبيرة جدا مع الجهاز المصري المعاون كابتن محمد شوقي، كابتن ضياء السيد، كابتن عصام الحضري الحقيقة اللي حضن كل الحراس، ومحمد الشناوي في روح جميلة. الحقيقة علينا أن نفتخر بهذا الجيل من اللاعبين، روح إيجابية داخل معسكر منتخبنا الوطني، كل اللعيبة على قلب رجل واحد. والحقيقة أنا بقول للناس وللجمهور المصري الكلام ده عشان يعيشوا معانا هنا الاجواء في المعسكر المصري. فعلا ما تلاقيش لاعب قاعد على الدكه قاعد لوي بوزو او قاعد متضايق او بيتكلم ان مين بيلعب ومين ما بيلعبش، كل اللعيبه بتنفذ تعليمات كيروش. بالتاكيد بكره ان شاء الله هنجهز لمباراه السنغال المقبله، وفي هذه اللحظات الجمهور المصري بالتاكيد مش هعلل مطار ياوندي فرحه كبيره. خلونا نركب طيارتنا ونروح نكمل افراحنا ان شاء الله في ام الدنيا مصر. من ياوندي الى ام الدنيا مصر، كلمة اليك كابتن سيف زاهر، وتحياتي للكابتن احمد حسن والكابتن محمد زيدان. تفضل. بشكرك شكرا جزيلا يا حسن، بستمتع بيك ومتألق ومكسر الدنيا. حسن الحقيقه انا واحد من الناس الشطار جدا 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 في الاعلام، ويعني اما بيبتدي الموضوع بيقوله بتفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيله. محمد شريف، بص يعني طبعا الفرحه بتنسي كل حاجة. يعني الموقف اللي اتحط فيه محمد شريف النهارده طبعا أكيد موقف صعب، ما كناش نتمنى أن هو يكون موجود، لأن برضه بتبقى معنويا اللعيب مش كويس. إنما يمكن الراجل اتحط أن هو خلاص بقى مش قادر يشيل حد تاني، يعني مش قادر يشيل حد، لأنه عايز زيزو بالشكل ده.
كان الله في عونه، ولكن كويس ان الكوش راح له وراح حضنه وراح بالظبط. يعني 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 اللقطه دي جت سيف لقطه مهمه جدا، وافضل حاجه ان هو عملها كايل سكوش ان هو اول حاجه يروح لها يروح لمحمد شريف، لانه عارف حاله اللعيب وعارف ان ان يعني دي انت بتنزل في الاكسترا تايم وبتطلع بعد 10 دقايق موقف صعب جدا جدا جدا. يعني انا اعتقد ان 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 اللقطه دي دوبت حاجات كتير قوي، لان هي معنويا بالنسبه لشريف او لاي لعيب مش لمحمد شريف هي تعتبر لقطه قاتله، انك انت تنزل وتخرج بعد 10 دقايق دي موضوع صعب جدا جدا. انما في اولويات اهم، محمد شريف اكيد هيفهم ان هو في حاله تحقيق بطوله وانجاز وان هو يشيل كاس افريقيا، كل الحاجات دي هتتنسي وكل الامور دي هتتنسي وكل المواضيع دي كلها هتتنسي. محمد شريف لعيب كبير، واعتقد ان احنا كلنا دايما بننادي ان هو يكون موجود مع المنتخب وندين ان هو يكون موجود مع المنتخب مع زمايله. يعني هنعتبرها حاجه في مصلحه الفريق، يعني حاجه في مصلحه الفريق وين كنت انا حاسس بيه، لان لما بيجي لعيب بيتغير بيبقى زعلان. طب يا بال بقى ان اللعيب نزل 10 دقايق بس وطلع، موضوع صعب. انما 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 في النهايه الحمد لله الحمد لله، لان انا مع اللقطه دي انا قلقت على المنتخب. يعني مع تغيير محمد شريف بعد 10 دقايق لما نزل بيبقى في حاجات كده بتبقى برضه ايه يعني يعني ممكن تكون جيت عليها بالظبط. يعني قلقتني يا سيف، بس هو ولد محترم محترم جدا محترم جدا جدا ما خرجش الناس بره الصندوق لحظه، يعني ما شاورش ما استغربش ما ولا وخلي بالك في جزئيه كمان مهمه جدا، لعيبه كمان اول ما خرج يعني وائل جمعه راح عليه، واللعيبه كمان يعني مصطفى محمد بدا يحضنه ويبوسه، ومحمد الشناوي راح له، وكل اللعيبه بدات تتكلم معاه اللي هو نوع من انواع ان هم هدوه. انما اللقطه في النهايه زي ما بنقول هي لمصلحه خلاص، يعني اللي حصل الفرقه كسبت وده الاهم، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله، لان دايما ربنا بيعوض اي حد. وايد ان شريف يكون هو اللي ياخد اللقطه الاخيره صح صح ويكسبنا كاس امم افريقيا. انا بقى دي انا مقتنع بيها جدا يا كابتن احمد، كابتن زيدان، يعني انا مقتنع ان ممكن تكون ربنا رايد لشريف لقطه في الاخر كويسه، ممكن فعلا يبقى ربنا رايدها له، لان الروح الجميله. يعني بص يا كابتن، انا بدات البطوله في 2008، كنت انا بلعب اساسي وكان ابو تريكه احتياطي، عملت جبت جونين قدام الكاميرون، عملنا مباراه كبيره جدا، كملت الثلاث مباريات بتاعه المجموعه، بعد كده اتصبت في مباراه انجولا لو كابتن احمد يفتكر في اخر تمرينه، وبعد كده ماتش الكوت ديفوار كنت انا مش جاهز بنسبه 100%. لا هو احنا ما كناش محتاجينك في الماتشين الاولين قبل النهائي الأخر. الاخرين احتاجناك في النهائي بس ما هو انت قلت ضيعت ضربه جزاء، ما انا بص ما كناش محتاجينك في اللقاءين دول، ولا اصابه ولا غيره، بس يا كابتن بس الروح بقى بتبقى فين يا كابتن؟ انا مش يعني مش يردهالي فنيا ما كنتش. هو انت قعدت احتياطي كتير مع كابتن احمد ولا لعبت على طول من اول دقيقه؟ مع الكابتن، هو على فكره هو بيقول لك ما هو ماتش الكاميرون هو كان قاعد برضه اصلا ما كانش موجود في السكور خالص ماتش الكاميرون الاولاني. ايوه ليه؟ طيب ايه السبب؟ عشان انا كنت موقوف. طب وانت موقوف ليه يا كابتن؟ فين الروح؟ المفروض كابتن الفريق ما يبقاش موجود اول مباراه في البطوله. موقوف انا كنت موقوف، كان عندي ما يتوقفش. المفروض ما يتوقفش يا كابتن، ما يتوقفش. انت فاهم موقوف يعني ايه؟ ايوه عارف يعني موقوف. المفروض ان هو كابتن الفريق المفروض يشيل الوقفه يا كابتن. هو ساب الوقفه هو العميد ساب الوقفه ايه؟ خلاص هو بص كام ورا كنت خدت فكابتن انا كنت قصدي اقول ان جينا في المباراه النهائيه وقبل النهائيه انا كنت موجود بنفس الروح اللي بدات بيها البطوله، وربنا عوضني بان انا ابقى يعني ما سببش اي ازمه ولا اي مشاكل. وكابتن احمد اتكلم معايا وقال لي كلنا والبطوله مهمه، وكابتن حسن اتكلم معايا قال لي انت هتبقى الكي بتاعنا في المباراه وهتبقى الورقه بتاعتي ان انا انزل بيك وادفع بيك. ذكرياته حلوه جدا ان انت بتروح تقاتل على الكوره، وهو بيشوح لي وان الكوره لعبها لي وحشه جدا مش ليا، وفي الاخر يزعلي انا مش فاهم واجري على الكوره واقاتل عليها. تعبت والله. شفت الاخرانيه بتاعت رمضان النهارده؟ دي بس عملها حلو قوي على فكره، قوي عمل كل حاجه كابتن. انت عارف لو نشن يعديها من هيعديها ازاي؟ ما نشنش، ما هو نشن على فكره. ده في ثلاثه داخلين ازاي يا حبيبي؟ الثلاثه داخلين دي ليه غلط؟ طب استنى كابتن، مش هو اللي غلط. لا بص يا كابتن، في زاويه جابتها
الكرة عدت من وسط الناس، هو لو أيوة حاول يعديها من وسطهم مش هتعدي. طب هو هيعمل ايه؟ لا هو عمل، انا قصدي اقول ان هو عمل كل الناس حاجه. الناس قالتك ان هو شاطها جامد. لا لا ولازم هو لازم يعمل كده. بس هي سبحان الله الكرة بتعدي، لو هو عايز يعديها مش هو مش جامد انها تخبط في اي حد. ثلاثة مهاجمين وبس، ده ثلاثة مهاجمين واثنين من الكاميرون، يعني خمسة ما خبطتش في اي واحد. ولا واحد وعدي، اي واحد تخبط فيه تخش. سبحان الله. انا نفسي يا كابتن بجد، يعني معلش انا هقول بس كلمة على الكابتن، على كلام الكابتن احمد قاله ده درس بجد والله بجد. اللي محمد شريف عمله ده درس لكل الاجيال اللي جايه انها تتعلم، والولاد الصغارين واللي بيحبوا الكوره روح رياضيه وروح عاليه، ولازم اللعيب يحترم قرار المدرب، وفي مواقف بتحصل خارجه عن اراده المدرب وعن اللعيب. اخلاق شريف بس درس. طبعا والله العظيم ده درس، ان في لعيبه بتتحط في مواقف بعد كده بترجع تشوف انها كان ممكن الموقف ده يتعامل معاه بشكل مختلف. ده بقى الدرس اللي بيدي لكل لعيب صغير ان فعلا الموقف ده لازم ازاي ابقى انا قوي وابقى عندي ثبات وبعد كده اعدي الموقف، لان فعلا كان الموقف ممكن كان زيزو يضيع ضربه، هو نازل يشوط ضربه جزاء لعب 3 دقائق وراح شاط ضربة جزاء وحطها مثالية، كان ممكن لا قدر الله يضيعها لأن ما كانش حد هيلومه نازل 3 دقائق. صح بس صح. ما شاء يعني سبحان الله فعلا زي ما الكابتن أحمد قال البطولة بتناديلهم. سبحان الله ربنا موفر لنا كل حاجة إن احنا نكسب البطولة الله. إن شاء الله يا رب عشان الناس دايما تفرح. نطلع فاصل ومكملين مع نجومنا بعد الفاصل. مصر عملت احلى مباراه، احلى مباراه في العالم كلها. ده الاداء بيتطور من ماتش لماتش، وان شاء الله البطوله باذن الله عندنا هنا في مصر باذن الله الاداء بيتطور ماتش عن التاني وباذن الله وبالحمد لله وبنحيي كل اللعيبه، بنحيي كل اللعيبه وبنحيي كيروش. اداء رائع، اداء رائع. تحيا مصر، تحيا مصر، وان شاء الله نستقبلهم بالورود بالكاس ان شاء الله. الحمد لله ربنا وفق المنتخب، يعني عرض يليق بمصر بشكل كبير جدا، والحمد لله رغم كل الضغوطات اللي كانت علينا الحمد لله منتخب مصر قوي جدا، والحمد لله اثبت للقاره كلها ان احنا اساس القاره دي. الحمد لله، الحمد لله اللعيبه كلها رجاله عمل اللي عليهم والجهاز الفني عمل اللي عليه، وان شاء الله البطوله الثامنه في مصر ان شاء الله، ربنا يوفقنا في النهايه ان شاء الله. الحمد لله على كل حال اللعيبه كلهم طلعوا رجاله في الماتش ودخلوا الماتش كويسين ومركزين بيعملوا ايه في الماتش بالظبط، والحمد لله ان ربنا كرمنا ووصلنا نهائي، وبرضه ان شاء الله النهائي هيبقى زي الماتش ده واسهل كمان، والحمد لله تبقى اللعيبه مركز اكتر واكتر. اداء النهارده جامد جدا من الرجاله، شرفونا قدام صاحب الارض، ان شاء الله يرجعوا لنا بالثامنه، ما فيش حاجه صعبه على المصريين. الف مبروك للرجاله اللي شرفونا كلهم، الف مبروك لكل الشعب المصري. خلاص ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله مع السنغال، وربنا يشفي الشناوي ووقف جنب ابو جبل وكمل معانا صلاح، وان شاء الله نرجع بالكاس الثامن ان شاء الله. ده رجولي ان شاء الله باذن الله نكسب النهائي ونرجع بالثامنه ان شاء الله باذن الله. واللي عجبني طبعا ابو الفتوح وابو جبل ربنا يحميه ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يرجعوا لنا بالثامنه ان شاء الله. عايز بقى ارجع اتكلم شويه فنيا على بعض اللاعبين. كابتن زيدان، ابو جبل والشناوي دخلوا الجيم مع بعض، بمعنى يعني جرى العرف دايما ان في لعيبه حتى لو اللعيب مصاب لعيب بيلعب، واللي بيرجع السليم بيلعب في اماكن زي اكرم ومحمد هاني مثلا، اكرم لعب محمد عبد المنعم مثلا والونش. ابو جبل والشناوي بقى كومبيتيشن كبيره، يعني تألق ابو جبل المباراه اللي جايه في النهائي يرجع الشناوي يلعب ولا سباق؟ بقى سباق جامد جدا وبقت منافسه كبيره جدا، واعتقد ان ابو جبل اثبت نفسه انه حارس مرمى كبير جدا ويعتمد عليه ويقدر يبقى هو فعلا يعني ما يقلش مكانه عن الشناوي خالص. يعني الماتشات اللي لعبها بتبقى برضه خلي بالك لما تبقى رايح البطوله وتبقى انت عارف ان انت الحارس الثاني، الحارس الثاني يعني ما شاء الله الحضري البطولات اللي لعبها كلها لما كان الحارس الاول كان بيلعب الماتشات كلها، فكانت الحراس الثانيين كان الحارس الثالث كان بيلعب الماتشات كلها، هو الثالث كان. قلنا النهارده انا حسيت هو وهو لما قام يسخن محمود صلاح حسيت ان هو اللي هينزل. انت مش شايف الكوميكسات اللي معموله؟ انت خلاص خلصت الجواب كله، انا خفت ان هو اللي هينزل. بس يعني انا شايف ان ده ما يقلش برضو عن محمد الشناوي في حاجه، لان محمد الشناوي لما هيرجع ويبقى يعني هيرجع من الاصابه
المنافسه هتبقى كبيره جدا وقويه جدا. الاثنين في المكانه, ده حارس الاول للنادي الاهلي وده الحارس الاول للنادي الزمالك, الناديين كبار جدا والاثنين حراس. يعني انا هبقى محتار العب مين في المنتخب, الاثنين يقدروا يلعبوا والاثنين يقدروا يبقوا هم الحارس الاول للمنتخب. يعني هتبقى برضو خناقه صعبه جدا. كابتن احمد الوينشوب منين؟ بص هقول لك على حاجه, كل ما كانت المنافسه موجوده كل ما كان ده مفيد لينا احنا كمنتخب. صح. يعني الشناوي النهارده في نفس مستوى ابو جبل, دي حاجه اعتقد ان هي تطمننا. الشناوي النهارده غاب يبقى ابو جبل موجود, مفيش اي مشكله خالص. عبد المنعم بيثبت ان هو من المدافعين اللي هم هيكونوا مستقبل لكره القدم المصريه. مع الونش, مع حجازي, مع كل اللعيبه اللي موجودين, مع كل لعيبه تظهر بعد كده تاني وتكون لعيبه مميزه. كنت معاك مع بدايه البطوله يا سيف وقلت لك لان لازم نشيد بكل اللعيبه, يعني بجد لازم نشيد بمنتخب مصر. طبعا صلاح هو القيمه الاكبر, هو اللي بيدي هبه للمنتخب, هو لعيب اللعيبه بتتسند عليه, هو الدور دلوقتي بيقوم بدور القائد, ولكن اللي مشاركوش كمان, ولكن طبعا حتى اللعيبه اللي مشاركوش. ولكن خلي بالك انت قلت جزئيه مهمه وانت بتتكلم في الاول, معزه قلت ايه, حتى ولو صلاح يعني في يومه يعني مش في يومه يبقى تريزيجيه هو اللي بيقوم بالدور. صلاح يبقى مميز لما يبقى المنتخب كله مميز, لان شخصيه المنتخب هي اللي لازم تفرض سيطرتها وتفرض اسلوبها. كل ما المنتخب كان كويس صلاح هيكون كويس. انما الناس دايما بتبقى بتطالب حاجات مثلا زياده عن اللزوم لصلاح والمنتخب مش في حالته, فبالتالي ازاي هو هيأدي. فطول ما المنتخب بيفرض شخصيته بيفرض هيبته انا اعتقد ان صلاح كمان هيكون موفق بشكل كبير. وبضم صوتي صوت كابتن احمد, كابتن زيدان, المنتخب كله نجوم, صلاح عمل اللي عليه بشكل رائع جدا حتى الان, كل اللعيبه نجوم, الاحتياطي, المصابين اللي موجودين, حاجه الحقيقه رائعه جدا, ومنتخب ظهر بمشهد رائع ومكاسب بالجمله. فاصل وارجع لكم بعد. بتاعت المكسب بقى تفرح وترقص وتتبسط وتعمل اللي انت عايزه, اللي نفسك فيه ما يهمكش اعمله براحتك خالص. مقابلة السنغال هتكون اقل ضغط بكتير من مقابلة الكاميرون ولا يبقى النهائي نهائي؟ لا طبعا هي هتكون اقل طبعا في الضغوط, لان انت برضه انت بتلعب الكاميرون وفرقه على ملعبها وفي وسط جمهورها, وقبلها كان في حاجات اجواء كتير مش طبيعيه, ان الحكم وخوف من الحكم وكده. انا اعتقد ان هو كان نهائي مبكر الكاميرون, انما السنغال ممكن يكون هي يبقى النهائي نهائي, والضغوط هتبقى موجوده, واللي هيقدر ان هو يكون عنده ثبات نفسي هو اللي هيقدر يتعامل مع الموضوع بشكل كبير. انما خلي بالك انت بتبص على السنغال يا كابتن سيف في حاجتين, الحاجه الاولى انت هتلعبها نهائي افريقيا, هتلعبها بعد شهر في صالة كاس العالم, مش هتصعد كاس العالم. اصعب ماتش في الثلاثه ان واحد النهائي بتاع افريقيا. طب النهائي بتاع افريقيا صح, رايك؟ يعني انا شايف نهائي افريقيا ده الاصعب, لان انت الماتشين بتوع تصفيات كاس العالم بيبقى عندك فرصه ان انت بتلعب ماتشين ارضك وبره ارضك. انا شايف حجم الماتش, حجم الماتشين او حجم الحدثين ما يقلوش عن بعض حاجه. طبعا كاس العالم هو الاكبر, بس برضه بطوله كاس الامم لما توصل للنهائي, انت لما بتروح البطوله عندك مشوار البطوله, لكن لما تلعب الست ماتشات وبعد كده توصل للنهائي خلاص انت على خطوه ان انت تشيل. في جمله قالها حسن غنيمه زميلنا, قال ان الجمهور كتير جدا في افريقيا بيجي مع المنتخب الوطني عشان محمد صلاح. المباراه الاخيره محمد صلاح في الملعب واستاديو ماني في الملعب, الاثنين بقى يعني الاثنين والاثنين كباتن الفرقتين والاثنين فريق واحد, فخلي بالك المباراه دي مش هتتشاف من افريقيا كلها, هتتشاف من العالم كله. العالم كله دلوقتي بيتفرج على الاثنين نجوم ليفربول, هدافين ليفربول اللي بيلعبوا جنب بعض في ملعب, بيلعبوا ضد بعض وهما الاثنين شايلين شاره الكابتن, وهما الاثنين اللي بيمثلوا اسم بلدهم. المباراه كبيره جدا في العالم كله, انا اعتقد ان هتبقى اكبر حدث افريقي في الفتره الحاليه, وكمان بعدها هيلعبوا ماتشين تانيين ورا بعض لتصفيات كاس العالم, يعني واحد منهم اللي هيروح كاس العالم. احنا اعتقد ان مصر في المباراه دي هتبقى 100 مليون في الملعب, 100 مليون في الملعب, مش هتبقى 11 لعيب ولا الدكه. صح. احنا كلنا هنبقى وفي ظهرهم وراهم, وانا اوريدي مع صحابي بنفكر ان احنا نسافر. يعني اي حد هيبقى عنده الامكانيه ان يعمل كده, دي بتفرق جدا. احنا لما كنا في النهائي انا لو منك انت وكابتن احمد حسن كل واحد فيك ياخد طياره خاصه
على حسابه وياخد ناس ويطلع. يلا كابتن احمد انت قدها طبعا. نعمل ايه؟ ناخد طبعا. حاضر بس كده. انا عايز اقول لكم انا قبل ما الكابتن احمد حسن وزاني يفكروا في القصه، والقصه مش المفروض تاخد منهم اكتر من ثانيتين يعني. انا اعتقد ان كل شركه دلوقتي تسمعنا، كل حد بيستثمر في مجال الرياضه لازم يكون في طياره ثالثه ورابعه وخمسه وسته. ده دور كبير. عايز النهارده بتدور على عميل، بتدور النهارده على منتج، بتدور على ناس تحبك. هي اللقطه دي، الناس مش هتحبك في لقطه اكتر من دي. احنا بنناشد بشكل كبير جدا، كل الناس نفسها تسافر، كل الناس نفسها تطلع. وفروا انتوا الطيارات واحنا هنوفر الناس، والامور ان شاء الله باذن الله تمشي في المدرجات على الف خير. بعد الفاصل التشكيل الانسب للمنتخب الوطني. نرجع بقى دلوقتي في آخر لقطة معانا وآخر سؤالين، التشكيل المتوقع والأفضل للمباراة النهائية. بقى صعب قوي السؤال ده، الراجل ده نزل الدكة كلها. والله بص، عايز أقول لك على حاجة، ما بقاش صعب ولا حاجة، لأن سبحان الله لما الدنيا بتمشي كويس ما بيبقاش فارق بقى مين يلعب مين ما يلعبش. مش فارق بس بقت صعبة يعني. النهارده لو انت قلت رمضان عادي، لو هو قال امام عاشور عادي، لو انا قلت زيزو عادي، ايوه لو تريزيجيه ده طبيعي. انا بتكلم ان انت ما بقتش، ودي الميزه، ان في نفس التوقيت اللي احنا كنا موجودين بيه زيدان قاعد على الدكه، بوتريكا قاعد على الدكه، احمد قاعد على الدكه، مش عارف مين قاعد على الدكه، اللي موجود في الملعب بيأدي بنفس القوه بنفس الاداء. فلا خلاف على ان ابو جبل هيكون موجود، عبد المنعم ولوينش هيكونوا موجودين. طبعا امام عاشور، لان انت عندك عمر كمال عبد الواحد موقوف مش هيكون موجود. فتوح اللي عامل بطولة ولا أروع من كده. في نص الملعب حمدي فتحي والنني والسولية نفس الحكاية، وقدام هيكون مفضلة ما بين عمرو ميموش وممكن تريزيجيه، عمر ميموش وتريزيجيه وصلاح ومصطفى محمد. رمضان صبحي وأبديلة مهمة جدا جدا، وإنه راجل أنا بقيت مبسوط إني بدأ يستعين برمضان صبحي، لأني هو لعيب عنده قوة ولعيب يفيد المنتخب بشكل كبير. زيزو سريعا، هل موقف محمد شريف الأخير يخلي الراجل يبقى ليه رصيد ممكن يديله من بداية المباراة؟ ما اعتقدش انه هيديله من بدايه المباراه يعني. صعب، لان دي خلاص النهائي وهيعتمد على نفس التشكيل ونفس الطريقه ونفس الشكل. انا يعني بحيي محمد شريف طبعا على الرجوله بتاعته والثبات بتاعه، لان موقف صعب جدا. انت بتنزل في الشوط الرابع وبعد 10 دقائق ولا 11 دقيقه بتطلع، بتبقى صعبه قوي، وانت ما لعبتش كتير في البطوله، فانت عايز تنزل تعمل حاجه، بتبقى صعبه يعني قويه قوي. بس ان هو يبقى عنده الثبات ده والقوه دي، ويبقى الحزن يخليه جواه بس يتماسك، وبعد كده المنتخب يكسب. لان احنا شفنا مواقف بتبقى صعبه جدا على لعيبه كتيره جدا، بتطلع بيبقى بيفقدوا السيطره، وبعد كده بيبقى في ثانيه واحده ما بتحسش انت بتعمل ايه، وبعد كده بتبقى عارف ان لعيب الكوره لازم يحترم الموقف والقرار بتاع المدرب. هو عمل كده كويس، بس ما اعتقدش ان هو هيبقى من البدايه. بس هو خلاص ما عادتش فرقه، هو الوقت اللي هيلعب دي مباراه كل الفريق هيتوج، ال 28 لعيب هيطلعوا على المنصه وياخدوا الميداليه. شرفتنا زيدان، شكرا بوجودك دايما. شكرا احمد، الف مبروك. ربنا يخليك يا بسيف، مبروك ليك ومبروك لكل الشعب المصري، وان شاء الله منتخبنا يكمل على خير والتمنى باذن